ازيكم يا شباب؟ دفعة السنة أولى طب بورسعيد 2022، أغلى دفعة طب على قلبي. إن شاء الله إن شاء الله أشوفكوا أعظم دكاترة في الدنيا إن شاء الله. والنهاردة إحنا بنحيي حاجة كانت موجودة من أهم وأحسن الأنشطة اللي اتعملت في الكلية. تعرفين إن إحنا كليتنا سيلف ليرنينج، تمام؟ موضوع زي اللي إحنا هنتكلم فيه النهاردة، كوننا نبدأ فيه شرح محاضرة أو اتنين وإنتوا تنهوه بالشكل اللي هتنهوه بيه النهاردة، ده من أسعد الحاجات على قلبي. أتمنى إن شاء الله يكون الإيفنت بتاع النهاردة هو بداية لإيفنتات تانية هتعملوها من السيلف ليرنينج، وهتكتشفوا إن أنتوا اللي بتعملوه النهاردة وبتعلموا بعض بيه، ده من أهم وأكتر الحاجات اللي استفدتوا بيها إن شاء الله. إحنا هسيب المايك لزمايلكم إن شاء الله، بس إحنا في سيمينار، الناس تعبت وذكرت وهتعرض لنا اللي ذكرته عشان تفهمه لنا. فأول ما هيخلص شرح كل واحد فيكم في نقطة مش فاهمها هيسألوا فيها قبل ما يتحرك. احنا براحتنا النهاردة ان شاء الله قاعدين مع بعض بنتكلم في واحد من اكبر واهم المواضيع اللي هتاخدوها في كلية الطب، فكل مجهود عملتوه فيه طول الفترة اللي فاتت انتوا اللي كسبانينه، وكل مجهود هنقعد ونتناقش فيه ونفهمه مع بعض انتوا اللي كسبانينه، واكبر مكسب هتكسبوه التيم وورك اللي انتوا عملتوه مع بعض عشان تطلعوا البرزنتيشن الرائعة دي. انا بس ممكن يبقى ليا تعقيب بعد كل مش بعد كل، يعني لو في حاجة محتاجة توضيح انا ده مجالي النيوبليزيا، وكل واحد فيكم مسك ايتم من الايتمز الكبيرة والموضوع كبير مش صغير، فلو في حاجة ليها علاقة بالمواضيع التانية شغلتي ان انا ايه ألم لكم المواضيع دي ونشيل اي حاجة مش مفهومة ونوضحها، لان احنا الفيديو اللي احنا هنجمعه ده هيبقى مصدر معلوماتكم من النيوبليزيا اللي هتذكروها ان شاء الله طول الست سنين، تمام؟ نبدأ مع زميلنا. السلام عليكم، ازيكم شباب؟ انا معاكم مؤمن حسن في هنا الدفعة معاكم، يا رب الكل يكون بخير ان شاء الله. احنا هنبدأ النهاردة موضوعنا عن النيوبليجيا، والنيوبليجيا هي من اهم الموضوعات، الصوت يا شباب، النيوبليجيا هي من اهم الموضوعات المنتشرة دلوقتي في العالم، سواء في علم الباثولوجي او في علم الانكولوجي علم الاورام. هي انتشرت في الظاهرة الاخيرة يعني كنوع من الاورام، انتشر كتير في العالم وفي مصر. فالنهاردة هنتكلم في السنارة عن النيوبليجيا وهنوصل لشوية اهداف، الاهداف ديت هتضم المفروض في الاخر اللي احنا نعرف ايه هي الجروس ديس اوردرز، انواعها، يعني ايه النيوبليجيا، ايه الابيدميولوجي والفاميليا الفاميليا السبوراديك، الانتشار بتاعها في مصر او الانتشار بتاعها في العالم عامة، الديفرنس بتوين النورمال سيل والكانسر سيل، يعني ايه كارسيوجينيسيس، الستيجز بتاعت الكانسر او النيوبليجيا، البيولوجي والكوزيس بتاعت اللي تخلي نيوبليجيا تحصل، السيمتومز، الافكت بتاعها على الاميون سيستم، ازاي بنشخصها، كومبليكيشن والتريتمنت. واول حاجه معانا دلوقتي هي الجروس ديس اوردرز مع احمد عز وشهد القاضي. مساء الخير يا شباب. احنا هنبدا كلامنا النهارده اول حاجه عن الديس اوردرز اوف سيل جروس. المفروض الاول نعرف ان النورمال سيل جروس بيتم عن طريق حاجتين، اول حاجه السيل ديفيجن والسيل ديفرنشيشن، بيبقى ليهم ليميت معين يعني مش بيحصلوا طول الوقت، كمان بيبقى في كوردينيشن ما بين الاورجانز كلها اثناء عمليه الجروس دي. اي خلل في اي نقطه من دول يعتبر ديس اوردرز اوف سيل جروس، وهو عباره عن تو تايبس، ديفلوبمنتال واكوايرد. اول حاجه الديفلوبمنتال من اسمها يعني المشكله بتبقى في الفيتال ديفلوبمنت وهو لسه داخل اليوترس، دي بنكتشفها يا اما ات بيرث وقت الولاده على طول او بعدها بفتره قصيره. دي ممكن يبقى سببها هيريديتري من البيرنس، ان اتكون ابنورمال جيرم سيل او اتكون ابنورمال فيرتلايزد اوفم، او كونجينيتال. كونجينيتال يعني انا كان فيه نورمال فيرتلايزد اوفم ولكن اتعرضت لفاكتور معين خلاها ابنورمال. الفاكتور ده ممكن يبقى كيميكالز بقى، راديشن، دراجز، او حتى لو حصل نيوتريشنال ديفيشنسي. طب صورها زي ايه؟ اول حاجه معانا الاجينيسيس. الاجينيسيس معناه ان الطفل بيتولد وفي اورجان كامل مش موجود عنده، واشهر حاله هي السوليتري كيدني، الطفل بيبقى مولود بكليه واحده بس. تاني مثال هو الابليزيا. الابليزيا الاورجان برضو ما بيبقاش موجود ولكن مش مكانه فاضي زي الاجينيسيس، بيبقى مكانه ريدومنتري ستراكشر وغالبا بيبقى فايبرستيشو.
في كمان الهايبوبليزيا. احنا دايما بنقول كلمه هايبو على حاجه قليله. يعني ايه نسيج قليل؟ يعني الاورجن موجود بنورمال استراكشر ولكن فشل انه يوصل للادلت سايز. واشهر تو اورجانس بيحصل فيهم كده هما الكيدني واليوترس. معنا كمان الهيتيروتوبيا. هيتيرو يعني مختلف وتوبيا يعني مكان. يعني ايه مكان مختلف؟ الاورجن بيبقى موجود وبنورمال استراكشر وبنورمال سايز ولكن ابنورمال لوكيشن. زي مثلا نلاقي بنكرياتيك تيشو في ستومك او نلاقي ثايرويد تيشو في البيز اوف تانج. في كمان الاتريزيا. الاتريزيا بتحصل في الاورجانز اللي بتحتاج يبقى فيها كانال واوبننجز زي الانتستين والاستوفاجس. الاوبننجز دي ما بتتكونش وبيحصل فيلير اوف كانالايزيشن. اخر نوع في الديفلوبمنتال هو الهامرتوما. تعريفه ان الاورجان بيبقى نورمال استراكشر وبنورمال لوكيشن ولكن ابنورمال كوانتيتي اند ارينجمنت. يعني ايه التعريف ده؟ اشهر مثال ليها وتقريبا كلنا عارفينه اللي هو الوحمه. هي اسمها العلمي هيمنجيوما. الوحمه دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن ميلانوسايتس موجوده في مكانها عادي في السكن مكانها الطبيعي ولكن كميتها زياده شويه فادت الى تكوين الهيمنجيوما دي. تمام. معاكم احمد عز. هنبدا نتكلم على النوع اللي هو الاكوارد. الاكوارد من قسمه لحاجتين. في حاجات بتبقى زي نوع من الادابتيشن. اما التيشو يبدا يتعرض لستريس او كرونيك اريتيشن يبدا التيشو يغير من شكله عشان يقدر يعمل الفانكشن بتاعته بطريقه صح. او النوعين التانيين اللي هما ديسبليشيا والنيوبليشيا. خلينا نتفق كده على حاجه. اي اورجان عباره عن مجموعه من السيلز. السيلز دي هي اللي بتتحكم في سايز اوف اورجان. يعني السيلز سواء اتغير النمبر بتاعها او اتغير السايز بتاعها ده هياثر في التوتال على الاورجان بتاعنا. تمام. نبدا باول حاجه اللي هو الاتروفي. يعني ايه الديفينيشن بتاع الاتروفي؟ اتروفي يعني ديكريس في سايز اوف اورجان. زي ما اتكلمنا مين هيتحكم في سايز اوف اورجان؟ هو النمبر اوف سيلز او سايز اوف سيلز. ايه اللي هو الديكريس في النمبر اوف سيلز؟ عن طريق حاجه اسمها الابوبتوزيس. يعني ايه ابوبتوزيس؟ اللي هو سنجل سيل ديس. طب هو بيسيولوجيكال ولا فيسيولوجيكال؟ لا ده ممكن يبقى الاثنين. فيسيولوجيكال زي ايه؟ زي البريجننت وومن بعد البريجننسي مش بيبدا يحصل عندها اتروفي في بعض الاورجانز زي البريست واليوترس. طب باثولوجيكال زي ايه؟ قال لك والله الباثولوجيكال في حاجات كتير بس عشان ما عندناش وقت مش هناخد كل الاكزامبلز. حد ادخل في الحاجه الثانيه اللي هي الهايبر اتروفي والهايبر بليشيا. وخلينا نتكلم على الاثنين دول مع بعض لان الديفينيشن بتاعهم فيه تشابه شويه وممكن يلخبط الناس. ان هو بيحصل فيهم الاثنين انكريز في السايز اوف. ده الصوره اللي بتوضح الفرق بين الهايبر تروفي والهايبر بليشيا. هنلاحظ كده ان الهايبر تروفي عباره عن انكريز في السايز، الهايبر بليشيا انكريز في النمبر اوف سيلز. النوع اللي بعد كده اللي هو الميتا بليشيا. يعني ايه ميتا بليشيا؟ بيقول لك هو والله حاجه ريفرسيبل، هي بروسيس ريفرسيبل. اللي بيحصل فيها ديفرنشيشن تيشو بيتغير من نوع لنوع ثاني بس من السيم كاتيجوري. يعني ايه؟ ابيسيليوم يتغير لابيسيليوم ثاني، كونكتيف تيشو يتغير لكونكتيف تيشو ثاني. ما ينفعش يحصل عكس، ما ينفعش ابيسيليوم يتحول لكونكتيف او كونكتيف يتحول لابيسيليوم. زي ايه؟ زي الناس اللي سموكرز. الناس اللي سموكرز دول بيتعرضوا لكرونيك ستريس او اريتيشن على البرونكاي والتراكيا بتاعتهم. اللي هو معمروا السنين البرونكاي والتراكيا ايه؟ لا خلاص انا مش قادر اكمل لازم ايه؟ احول. هي بتبقى ايه؟ بتبقى سيليتد ابيسيليوم، تبدا تتحول لستراتيفايد سكويمس ابيسيليوم عشان تقدر تعمل الفانكشن بتاعتها. وده بالنسبه للميتابليشيا. ودلوقتي شاده اتكلمنا عن الديسبليشيا والتايبس بتاعتها والكومبليكيشنز. الديسبليزيا هي محور كلامنا النهارده. هي تعريفها ان هي ابنورمال سيل بروليفريشن بيؤدي الى لوس اوف سيل اورينتيشن. يعني ايه بقى الكلام ده؟ المفروض ان الخلايا وخاصه خلايا الابيثيليوم بتبقى مترتبه بطريقه معينه بحيث يبقى في ريليشن ما بين الخلايا وبعضها. حد يعرف مثال لابيثيليوم في الخلايا مترتبه بطريقه معينه واحنا خدناها؟ يعني برده في مين اول حد قال الابيدرمس؟ تمام. فعلا الابيدرمس اوف سكن بيتكون من لايرز، جيرمينال وفوقها بريكل سيل لاير، جرانولار لاير، كلير لاير، وفي الاخر الهورني لاير. اللي بيحصل بقى في الديسبليزيا ان الترتيب ده بيتلخبط والخلايا بتدخل في بعضها وبتبقى الخليه فيها ديسبلاستيك كرايتيريا بتمهد ان الخليه دي ممكن تدخل في مالجنسي. طب ايه زي ايه الكرايتيريا دي؟ الخلايا بيبدا يحصل فيها فاريبل ان شيب اند سايز. بنلاقي خليه مدوره، خليه اوفال، خليه كبيره، خليه صغيره. كمان النيوكلياس بتكبر في الحجم جدا وكل ده على حساب السيتوبلازم. يعني هنلاقي ان في انكريز نيوكلياس سيتوبلازم ريشيو. كمان بيحصل زياده في الكروماتين وبيكون هايبر كروميزيا.
بس بالرغم من كل ده مدام الخلايا لسه ما اخترقتش البيزمنت ممبرين وصلت للسراوندنج تيشو احنا كده لسه ما وصلناش لتيومر ولكن قربنا نوصل لتيومر. عشان كده بنعتبر الديسبليزيا هي بري كانسرس كونديشن. بيبقى ليها 3 جريدز 1 و2 و3. 1 و2 ريفرسبل يعني ايه؟ يعني وانس ان الايجنت اللي مسبب الديسبليزيا دي وقف خلاص التشو هيرجع نورمال تاني. لكن جريد 3 هي الريفرسبل يعني بتاعي هيدخل في تيومر. دلوقتي بقى ازاي التشو هيتحول لتيومر؟ احمد هيكلمنا عنه. طب انا مش هضيف كتير عن اللي شاد قالته، هي زي بالظبط ما قالت. احنا عندنا سلايد بس اللي بقى اللي بعديها. عندنا النورمال سيل زي ما احنا شايفين كده، بتبدا النورمال سيل تتعرض زي كرونيك اريتيشن او ستريس، تبدا تحصل لها هايبر بليشيا اللي احنا لسه متكلمين عنها. السيلز تفضل تزيد في النمبر. بعد كده ندخل في مرحله الديسبليشيا اللي هو ابنورمال جروس وابنورمال ستراكشر للسيلز. زي ما شاهد كده قالت بالظبط ان احنا عندنا 3 جريدز، جريد 1 وجريد 2 وجريد 3. بالنسبه لجريد 1 بتبقى ريفرسبل، لا بعديها تبقى جريد 1 ريفرسبل. يعني ايه؟ لو احنا شفنا الستيمولس او الاريتيشن او بدانا نعمل تريتمنت خلاص الديسبليشيا التشو يرجع زي ما كان. طب لو فضل مكمل الستيمولس او الاريتيشن ده وما خدناش تريتمنت ندخل في الحاله الثانيه او اللي هي ستيج 2 اللي هي بتبقى مودريت اللي هو برضو بتفضل مستمره معانا لو ما استخدمناش اي تريتمنت او وقفنا الستيمولس. ثالث حاجه اللي هو جريد 3 دي اللي هي بتبقى الريفلناش في كانسر، دي حاجه اسمها كارسينوما انسايتو. يعني ايه؟ ما حصلش انفيجن للبيزمنت ممبرين. لو جينا نبص في الصوره دي هنلاحظ ان الكانسر اول ما تبدا السيلز الابنورمال سيلز دي تعمل انفيجن للبيزمنت ممبرين وتخترق البيزمنت ممبرين، يبقى احنا كده دخلنا في المرحله اللي هي كانسر. دلوقتي هنعرف يعني ايه اصلا نيوبليجيا اللي هي بقى الموضوع بتاعنا وهي ليه اتسمت كده مع احمد عبد المعطي وارولي. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ معاكم احمد عبد المعطي. سامعيني اللي ورا؟ كلكم سامعيني يعني؟ تمام ماشي. طيب يلا بس عشان نبدا. طيب احنا تمام اول حاجه احنا بس هنحط شويه تيرمز معينه عشان نبدا نفهم مع بيها النيوبليزيا معناها ايه والاصل الكلمه جه منين. اول حاجه هم اول لما بداوا يعملوا التيرمز دي كان الجريكس هم اللي عملوها، فبداوا مع اول حاجه بكلمه تيومر وكانوا في الاول بيستخدموها كاي كاردينال ساين في انفلاميشن او سويلنج. تمام لحد لما مع الوقت الكلمات دي اتطورت وبداوا يقولوا على اي مالجنان تيومر كانسر. واول واحد يعني اطلق الاسم ده كان العالم سيلسس، وكان اطلقه على الكراب اللي هو السلطعون عشان البروجكشنز اللي كانت بتبقى من عنده كان زي البروجكشنز اللي كان بيشوفها في الـ النيو بلاستيك سيلز. يعني طيب يعني ايه نيوبليزيا؟ هي مشتقه من تو جريك ووردز. اول كلمه نيوز اللي هي نو، وبليزيا اللي هي ثينك فورمد اللي هي حاجه بتتكون جديده. والديفينيشن واللي هو اهم حاجه هو نيو ان كنترولد جروث اوف سيلز، ويبقى نوت اندر فيسيولوجيكال كنترول. ما بيبقاش هو بيبقى يعني بيشتغل هو لوحده، ما بيبقاش تحت فيسيولوجيكال كنترول لحد لما بيبقى حاجه باثولوجيكال. تمام. طيب هو بيبقى ماسوم بناين او مالجننت. هنعرف لسه دلوقتي الكلاسيفيكيشن بتاع النيوبليزيا كله، بس ده الفرق الجوهري بينه وبين الكانسر ان الكانسر بيبقى مالجننت اونلي. تمام. في الدياجنوزز لما بييجوا يعملوا دياجنوزز للنيوبليزيا بيبقى صعب. ليه؟ لان ما بيبقاش ليها سنجل ميكانيزم معينه بيبقى عارفين ان هي دي نيوبليزيا وما بتغيرش. لا، هو بيبقى فيه ميكانيزم كتير بتبقى بتصعب مع الوقت الدياجنوزز. تمام. طيب احنا زي ما قلنا في الاول ان كلمه تيومر كانت بتبقى معناها اي حاجه لها علاقه بالسويلنج او بالانفلاميشن، بس بعد كده في المودرن انجلش بدات كلمه تيومر تبقى سينونيم لكلمه نيوبلازم. تمام. وبرده اتقسمت لبناين ومالجننت زيها زي النيوبلازم عادي، وهو بقى الكانسر هو المالجننت فورم بتاعهم. طيب الكلاسيفيكيشن زي ما احنا قلنا هم اربع انواع: البناين والمالجننت والانسيتيو اللي هو بيبقى في الاوريجينال سبيس بتاعته في الاول، وده والانسرتن او الانون بيهيفير ده ما بيبقاش ليه يعني نوع معين ممكن يحصل بمحض الصدفه يعني. والمالجننت نيو بلازم هو اللي بيبقى بيكون في الاخر الكانسر، وده الفوكس بتاع علم الانكولوجي يعني عموما. طيب قبل بس ما نتكلم على الحته دي كان في المولوكيولار ديفينيشن بتاع النيوبليزيا. هو الديس اوردر عباره عن جينيتك تشينج او جينيتك ديس اوردر جوه الجينز اللي موجوده في الجسم.
الجينز دي من 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 اهمها من اشهرها البروتو اونكوجينز والتيومر سوبريسور. والميكانيزم بتاعها بالتفصيل هتكلمها عن هتكلم عنها زميلتنا ندى بعد شويه يعني. بس اهم حاجه اللي نعرفها في الاول كديفينيشن ان كل اللي بيحصل ان البروتو اونكوجينز دي بتعلى والتيومر سوبريسور ده بيقل لحد لما بيوصل للنيوبلازم والكانسر. تمام، هنبدا نخش على لا نفس السلايد. تمام، هنبدا نخش اول حاجه على النومنكليتشر. بان اي نيوبلازيا يكون بيبقى فيه حاجتين، تو بيزك كومبوننتس، البارينكيما اللي هي النيوبلاستيك سيلز ذات نفسها اللي بتبقى بيحصل لها بولوريفريشن وديفرنشيشن، وبعدها الرياكتيف ستروما اللي هو الستروما اللي حواليها البلاد فيزلز وال ويعني اي كونكتيف تيشو بيكون حواليها. تمام، الفكره بقى كلها في حاجه، النيوبلاستيك سيلز لما بتتكون او لما يعني بيحصل لها بولوريفريشن ممكن في سبيشال كيس يتكون عليها على النيوبلاستيك ذات نفسها فايبرس او كولاجينس ستروما، وفي الحاله دي بيتحول اسمها الديزموبليزيا، وده الفرق ما بينها اهو في اندر مايكروسكوب ما بين الديزموبليزيا وبين النيوبليزيا. تمام، نيكست. طيب هنبدا بقى نتكلم في النيومنكليتشر. احنا اول عرفنا ان النيوبليزيا عموما بناين وماليجننت، هنبدا بالبناين. الحاجه الاساسيه اللي فيها ان احنا بنحط سافكس اوما على السيل اوريجين او على الميزنكايمال اوريجين بمعنى صح. تمام، زي مثلا لو فيبروبلاستيك سيل هتبقى فايبروما زي اللي باينه في الصوره هنا، لو كارتليج بتبقى كوندروما، لو سكيلتال ماسل تبقى رابدومايوما، وسموث ماسل زي لايومايوما، وهنا دي ده مثال للفاجينا لايومايوما. تمام، بعد كده اروى اتكلمنا على الميزنكايمال اوريجين والابيثيليال اوريجين. ازيكم يا جماعه، انا النهارده هكلمكم عن النومنكليتشر اللي احمد قال لنا منه البناين، قال لنا ازاي نعمل النومنكليتشر بتاعه الميزنكايمال تيشو. انا اكمل معاكم ازاي بنعمل الابيثيليال. هو نفس السافكس، احنا بنستخدم السافكس اوما برضو، بس احنا بنزود هنا المايكروسكوبيك اركيتكتشر، يعني ستيل بيبقى شكلها ايه اندر مايكروسكوب، وبنشوف برضو بنحط المكان اللي هي بتبقى موجوده فيه. يعني احنا مثلا لو بنقول الجلاند بيبقى عندنا حاجتين، في حاجه بتبقى هي نون جلاندولار تيشو بس هي بتبقى اخده شكل لما بيحصل لها نيوبليزيا بيبقى اخده شكل الجلاند، زي الرينال تيوبلر ادينوما، او في الثايرويد ادينوما علشان هي اصلا جلاند فبنحط برضو ثايرويد عشان المكان وادينو علشان جاي من جلاند، وبنحط اوما علشان ده السافكس بتاعنا. في لو هي اخده شكل بابيلري شيب بنحط اورال بابيلوما عشان هي بتبقى موجوده برضو في الميكوس ممبرين اللي في البق. تمام، في السيست قصدي في الاوفيريان بتبقى اوفيريان سيست ادينوما عشان هي بتبقى كمان اخده شكل سيست وبيبقى ادينو علشان شكل الجلاند. ده احنا كده خلصنا البناين اللي هو كلهم اخدين نفس السافكس وهو اوما. بعد كده هنتكلم عن المالجننت تيومر اللي هي بتتقسم نفس الحاجات برضو ميزنكايمال وابيثيليان. الميزنكايمال احنا بنحط هنا الاورجن بتاعت السيل وبنحط السافكس ساركوما، يعني الفايبروس تيشو هتبقى فايبرو ساركوما، لو بتكلم عن كارتليج تبقى كوندرو ساركوما، لو بتكلم عن الماسلز تبقى في السموث ماسل تبقى لايو مايو ساركوما. لو انا بتكلم بقى على المالجننت ابيثيليال اورجين فهي نفس فكره نفس فهي هنا انا اللي يبقى الاختلاف ان انا بحط السافكس كارسينوما وبحط برضو المايكروسكوبيك اركيتكتشر زي ما كنت بعمل في الابيثيلي. فانا بحط لو انا بقول رينال سيل فبقول رينال سيل كارسينوما، لو بقول السكويماس فهتبقى سكويماس سيل كارسينوما، وفي وفي البرونكيال سيل اللي بتبقى في اللونج بنقول برونكوجينيك ادينو كارسينوما، ادينو قلنا عشان اخده الجلان وكارسينوما عشان السافكس في الابيثيليا. بعد كده بيبقى عندي ميكس تيومر، ميكس تيومر دي يعني هي مش يعني هي ميكس بقى من انواع من السيل، يعني مثلا لو انا عندي تيومر بيكون من ابيثيليال وكونوما لكن هي بتبقى حاجات مالجننت، زي لما بقول لنفوما او لما اقول الميزوسيليوما او الميلانوما اللي في الميلانوسايت او السيمينوما اللي في التستيكولار تيشو، كل الحاجات دي مسنومرز علشان انا بحط فيها اوما لكن هي في الاصل مالجننت تيومرز. في عندي تو ترم برضو زي كوريوستوما هي اخرها اوما بس هي مش يعني هي مش كده خالص، هي وجود بريزنس اوف تيشو مش في مكانه صح، زي ما انا يبقى في عندي زي ما كانت اتكلمت شاهد عنه برضو اللي هي هيتيروتروفيك ريست اوف نورمال تيشو،
تمام. بعد كده بيبقى عندي الهامرتوما دي الديفلوبمنتال مالفورميشن، يعني سيل نفسها مش في الديفلوبمنت النورمال بتاعها، ودي كانت اصلا ما بتعتبرش تيومر لحد وقت حديث. تمام كده احنا خلصنا النومنكليتشر اللي احنا كنا قسمناه بناين، وقلنا ابيثيليال وميزنكايمال، وقلنا ان السافكس بتاعه اوما، وقلنا المالجننت تيومرز وقسمناها برضو ميزنكايمال اللي بتبقى السافكس ساركوما، والابيثيليال السافكس بتاعه كارسينوما، وقلنا كمان المس نومرز. نتكلم عن الاسبروديكا والفري زي مثلا الرئه او الليفر او الكيدني. تمام. وبعد كده التاني بقى بالنسبه بيسيب الناس الاصغر في السن، وبيسيب الناس الاصغر في السن وال ثانيه الاسبروديك الفاميليان، وبيكون في جينين. الجين الاول هو اللي بيكون ورثه، ده مسؤول عن حدوث الكانسر، وفي جين تاني بيعمل سبريشن للجين ده، بس بسبب حدوث طفره اثناء سن الانسان بيؤدي لان جين السبريشن ده بيحصل له ريموفال والانسان بيصاب بالكانسر، وده بيكون ممكن يسيب اكتر من موقع، موقع او اكتر من موقع، وانتشاره اوسع من النوع الاولاني. بس سمير ولا عليك. هنتكلم دلوقتي اول حاجه عاوزين نعرفها ان الكانسر ابيديمولوجي بيتعامل مع الكيرنس بتاعه تيومرز ان هيومن بوبيليشنز، وده عن طريق دراسه الانسيدنس والبريفالنس والمورتاليتي والانفايرمنتال والجينيتك كوزز، وده كل ده عشان نوفر بيتر دايجنوزس وبريفنشن وتريتمنت. بالنسبه للكوزز والبريفنشن والدايجنوزس وتريتمنت زمان هنتكلم عنهم بالتفصيل، فاحنا هنتكلم النهارده هناخد الابيديمولوجي والكانسر ابيديمولوجي من ناحيه الانسيدنس والمورتاليتي اكتر. لو هنتكلم عن الانسيدنس والمورتاليتي في مصر عندنا في 2020 كان النمبر اوف نيو كيزز عندنا ما مش موجود هنا 134632 حاله بنسبه 12% من التوتال بيبيوليشن عندنا في مصر، وبنسبه 74% من الكانسر في العالم كله. اما بالنسبه للمورتاليتي فكان نسبتها كان عدد الوفيات في 2020 كان 89042 حاله، وده خلى الكانسر في المركز الثاني من الكوزز اوف مورتاليتي بنسبه 14% عندنا في مصر بعد الكارديوفاسكولار ديزيزز اللي كانت بنسبه 46%. دلوقتي هنتكلم عن الانسيدنس والمورتاليتي من ناحيه الايدج والجن. من ناحيه الايدج فعندنا الايدج ستاندردايزد انسيدنس ريت كان في البوس سكسس 159.4 حاله من كل 100,000 حاله، ده عدد يعني مش كبير قوي يعني. وبالنسبه لفرصه الاصابه بالكانسر قبل سن 75 سنه كان 16.3%. اما بالنسبه للايدج ستاندردايزد المورتاليتي ريت في العالم كله كان 108.6 حاله من كل 100,000 حاله، ونسبه نسبه المورتاليتي بسبب الكانسر عندنا في مصر قبل سن 75 سنه كان 10.9%. دلوقتي هنتكلم عن يعني نيكست احنا هنتكلم سيب الجندر نتكلم عليها كمان شويه، وهنتكلم عن موست كومن سايز بسبب الكانسر. اكتر حاجه اكتر نسبه عندنا في مصر كانت الليفر بنسبه 20.7 في الانسيدنس وبنسبه 29.8 في المورتاليتي، ودي نسبه عاليه جدا لو جينا نقارنها بالجلوبال ريت يعني تقريبا 4 أضعاف، وده بيرجع لسبب رئيسي وهو انتشار الكبير للاتش سي في عندنا في مصر. تاني نسبه عندنا كانت البريست بنسبه 16.4% في الانسيدنس وبنسبه 10.3% في المورتاليتي. النسبه لو احنا جينا نلاحظ ان المورتاليتي اقل بكتير من الانسيدنس، لكن لو جينا نقارنها بالجلوبال ريت هنلاقي الانسيدنس عندنا اعلى بكتير، اعلى من الانسيدنس ريت في الجلوبال يعني كان تقريبا 12، والمورتاليتي برضو عندنا اعلى، حتى النسبه بين المورتاليتي والانسيدنس النسبه بين المورتاليتي الانسيدنس اعلى برضو من المورتاليتي الانسيدنس في الجلوبال ريت، فده برضو فاصل يعني. عندنا في الثالث والرابع البلادر نون هوجكن لينفوما مش هنتكلم عنهم كتير لان عندنا المورتاليتي اقل من الانسيدنس، لكن برضه اللي احنا عاوزين نعرفه ان هما الاثنين عندنا في المركز الثالث والرابع في الجلوبال ريت مش من ضمن التين موست كومن سايتس لسبب الكانسر. في المركز الخامس عندنا هو اللنج بنسبه 4.9% في الانسيدنس وبنسبه 6.5% في المورتاليتي. لو جينا نلاحظ برضه هنلاقي ان المورتاليتي اعلى من الانسيدنس، ده فرق برضه يعني نسبه مش قليله، لكن يعني لو جينا نتكلم برضه بالجلوبال ريت فهنلاقي عندنا احنا احسن يعني. بالنسبه للانسيدنس هو اقل من تقريبا نص بالظبط الانسيدنس في الجلوبال ريت، والمورتاليتي نفس الكلام برضه نص، بس النسبه بين المورتاليتي والانسيدنس تقريبا هي يعني نفس النسبه بين المورتاليتي الانسيدنس عندنا هي نفس النسبه في الجلوبال ريت. هنتكلم بقى عن الانسيدنس والمورتاليتي بالنسبه للجندر، وده الجلوبال، ده الجلوبال اللي انا كنت بقارن بيه من شويه. في الانسيدنس والمورتاليتي عندنا في الجندر مفيش فرق كبير في الكيسز، لان عندنا في الميل عندنا 66,500 حاله كان في 2020 يعني،
وفي الفيميل عندنا 68 ألف حالة، يعني الفرق مش كبير. لكن الفرق الملحوظ فعلا هو في الكانسر سايت. عندنا في الميل كان أعلى، كان أعلى كانسر سايت، يعني أعلى سايت كان الليفر بنسبة 27.3%، بيجي بعده البلادر بنسبة 12.6%، هما الاثنين على بعض تقريبا 40%، فدي نسبة مش قليلة. بيجي بعدهم برضو اللنج والستاتا، وبعدين اللنج فيجي كان الفورم. في بالنسبة للفيميل كان عندنا أعلى حاجة البريست، بيجي بعدها الليفر، هما الاثنين مع بعض 48% بنسبة 48%، بعدهم النون هوجكن لينفوما، وبعدين الاوفري، وبعدين الكوليكتور. لو جينا نقارن بقى بينهم هنلاقي ان الليفر في الميل تقريبا الضعف عن في الميل في الكيزس والنسبه برضه. يعني ممكن نقول مثلا ان الليفر عندنا نسبته اعلى عشان مثلا البريست كتير، لا حتى العدد برضه في الميل ضعف العدد في الميل. وبرضه نفس الكلام عن البلادر واللنج، البلادر واللنج عندنا دي 12.6% ودي 7.3%، في الميل مش من الفايف بوست كامون سايز، يعني فرق برضه كبير من الميل وفي الميل ده بس. والمنهج كلمكما هنا وهنا دي 5.9% ودي 5%، فالفرق مش كبير يعني مش ملحوظ برضه او العكس. دلوقتي يا شباب بعد ما عرفنا الانتشار بتاع النيوبليجيا في مصر خصوصا وفي العالم عامه، دلوقتي هنبدا ان في حاجتين لازم نفرق بينهم، النورمال سيل والكانسر سيل. هنعرف اول فرق، اول مجموعه من الفروقات مع اسماعيل ومناره. مناره هتبدا الاول تشرح. تمام، ازيكم يا شباب. انا هتكلم عن الديفرنس بين النورمال سيل والكانسر سيل، وتحديدا عن النورمال سيل سايكل والهول ماركس بتاعت الكانسر سيل. احنا عارفين ان لما السيل بتايج بيكون لازم لها ريبليسمنت، والريبليسمنت ده بيحصل عن طريق السيل سايكل والكنترول ميكانيزمز اللي موجوده فيها. فانا هتكلم سريعا كده عن السيل سايكل والكنترول ميكانيزمز اللي فيها، ولو حصل لوس للكنترول ميكانيزمز دي اللي ممكن يحصل. احنا عندنا السيل سايكل انترفيز وام فيز. الانترفيز 3 فيزز، الجي 1 فيز وده بيحصل فيه جروث للسيل، وبيحصل فيه سينثيسز للبروتينز المهمه للريبليكيشن. تاني فيز اللي هي الاس فيز، ودي بيحصل فيها سينثيسز لاورجانيلز مهمه للريبليكيشن زي المايكروتوبيولز، وكمان بيحصل فيها دوبليكيشن للاماونت بتاعه الدي ان اي في السيل. تالت ستيج في الانترفيز اللي هي الجي 2 فيز، ودي بيحصل فيها مور جروث واديشنال سينثيسز لبروتينز مهمه برده للي هيحصل في الام فيز. الام فيز بقى دي بيحصل فيها الاكشوال ديفيجن بتاع السيل عن طريق ان الكروماتيدز بتكون سيبريتد وديفايدد على التو دوتر سيلز اللي نتجوا. بعد الديفيجن السيل بيكون عندها اوبشن من ثلاثه، ديبندنج اون ذا سيل نيتشر بيكون عندها اوبشن من ثلاثه. اول اوبشن انها تري انتر الجي 1 فيز لو فيردر ديفيجن از ريكوايرد. لو لا، لو مش ريكوايرد دلوقتي بس ممكن يكون ريكوايرد في فيردر ستيج مثلا، هتعمل ايه؟ هتدخل في ريستنج ستيج اللي هي الجي 0 ستيج. بعد كده الثالث اوبشن بقى، وغالبا ده اللي بيحصل، ان هي بتعمل ريفرسيبل اكزيت من السيل سايكل عموما. طيب السيل سايكل ممكن تكون معرضه ان يحصل فيها ايرورز، والايرورز دي مهم جدا ان ما يحصلش باسنج اون لاي جينيتك ايرور في الدوتر سيل اللي هتنتج من الديفيجن. فعلشان افويد الايرورز دي بيكون عندنا تشيك بوينتس، هم ثلاثه تشيك بوينتس في السايكل. اول تشيك بوينت اللي هي الجي 1 تشيك بوينت بيحصل فيها تشيك لايه؟ للنيوترينتس والجروث فاكتورز، ودي السبستريتس المهمه للدوبليكيشن والدي ان اي دامج. طيب لو السيل لقت ايرور في الستيج دي بتوقف السايكل لحد ما يحصل ريبير للدامج اللي موجود. تاني تشيك بوينت بتحصل في الجي 2 فيز، ودي بيحصل فيها تشيك للدي ان اي ريبليكيشن والسيل سايز. لو لقيت ايرور مثلا زي ان في انكمبليت دي ان اي ريبليكيشن، هتعمل بروجرام سيل ديث اللي هو الابوبتوزس، علشان تافويد ان يحصل دامجد، ان الدامج جين يباس اون للدوتر سيل. كمان السايكل بتكون ريجوليتد مش بس بالتشيك بوينتس، ولكن في بروتينز بتعمل لها ريجوليشن. زي ايه البروتينز دي؟ زي السايكلينز. السايكلينز دي بتكون الاكتيفيتي بتاعها بيكون انفلونسد ببروتينز ثانيه زي البي 53 والريتينوبلاستوما. الريتينوبلاستوما والبي 53 دول بيعملوا ممكن في اي لحظه يعملوا هالتنج للسيل ديفيجن لو ريكوايرد، يعني لو السيل ديفيجن كمل حصل فيه مشكله ده هيعملوا هالتنج او هيوقفوا السيل ديفيجن. ده كده كل اللي اتقال ده بيحصل في النورمال سيل.
طيب في الكانسر سيل بقى الفانكشن بتاع التشيك بوينتس دي بتكون ليميتد شويه، اكشلي ليميتد كتير قوي. ف بيكون عندنا هول ماركس او سمات مميزه للكانسر سيل اللي عاوزه سلايد بعد. بيكون ليها هول ماركس، هم 10 هول ماركس. انا هتكلم عن اول 5 هول ماركس واحمد هيكمل الهول ماركس. اول حاجه سستيننج بروليفيريتيف سيجنالينج، بمعنى ان السيل الكانسر سيل تحديدا بتكون قادره انها تدخل في السيل سايكل في اي لحظه من غير ما تستنى اكسترنال سيجنال زي الجروث فاكتور مثلا، فبتعمل سيل سايكل كده لوحدها من غير اي سيجنال. تاني حاجه ايفيدنج جروث سبريسرز، في فينومينن كده في النورمال سيل اسمها الكونتاكت انهيبيشن. الكونتاكت انهيبيشن ده وظيفته ايه؟ بيعمل او بيبريفنت ان السيل تعمل فيردر بروليفريشن زياده عن اللزوم. بس انا عندي اول حاجه البرايمري تيومر. البرايمري تيومر دي بتتكون من ايه اصلا؟ بتتكون من تيومر سيلز. ايه تيومر سيلز، وبتتكون من ليكوسايتس زي ما قلت زي الماكروفاج والنيوتروفيلز والفايبروبلاست. اللي بيحصل ان اول لما يجي انفلاميشن يحصل في البرايمري تيومر ديت زي ما انا قلت في الاول، بتخرج شويه تيومر سيلز من البرايمري تيومر تخرج للسراوندينج تيشوز. اول لما تعمل انفيجن للسراوندينج تيشوز، اول لما تعمل انفيجن للسراوندينج تيشوز بتفرز الماتريكس ميتالوبروتينيز. الماتريكس ميتالوبروتينيز ما يعمل ديجريديشن للاكسترا سيلولار ماتريكس، ده بيسمح للتيومر سيلز او بات تيومر سيلز اللي موجوده في البرايمري تيومر انها تخرج وتمشي في الجسم زي ما هي عايزه. اول لما تيومر سيل تقابل بلاد فيزل بتنتهز الفرصه وتخش جوه السيركيوليشن، بتخش بحاجه اسمها الانترافازيشن، انها بتخش جوه السيركيوليتوري سيستم او بتخش جوه السيركيوليشن. في الاورجانز في الاورجانز كيموكاين اسمه اس دي اف 1. الاس دي اف 1 الاس دي اف 1 ده بيتارجت ريسبتور معين على التيومر سيل اسمه سي اكس سي ار 4. اول لما يعمل بايندنج للسي اكس سي ار 4 دوت بيحفز انها تطلع، بيحفز التيومر سيل انها تطلع من من السيركيوليشن يعني بالاكسترافازيشن زي الانترافازيشن يعني تخش والاكسترافازيشن يعني تطلع. بالاكسترافازيشن وتخش تعمل تيومر هومنج في اي اورجنز هي عايزه. طبعا من اهم الاورجنز اللي هي بتعمل عليها هومنج وبتعمل فيها كانسرز منتشره يعني اللي هو البون والليمف نودز والليفر واللنجز. ده كده بالنسبه لل السيلز اون ريبير ميكانيزمز. ممكن يوجوالي معظم الاوقات ممكن تريموف اي ديفكت بيحصل. لو الديفكت دوت ما ظبطش بيتورث لبقيه الدوتر سيلز اللي بتتكون في يعني في الديفايدنج يعني في الليتنسي بيريود. والليتنسي بيريود اتسمت بالاسم دوت لان مش هيكون لسه الكانسر ديفلوبمنت حصل او كانسر فورميشن حصل. فيردر ميوتيشنز اكيوميليت في الاونكوجينز والتيومر سبريسر جينز. لو الليتنسي بيريود دي كملت وصلت للبروجريشن، البروجريشن دوت بيخلي يحصل مالجنت ترانسفورميشنز في السيل لاين، وده اللي بعد كده بيعمل الكانسرز والدراستيك ايشوز اللي بتحصل بعد كده في الكانسر. كده يا شباب وصلنا اللي احنا عرفنا الفرق بين النورمال سيل والكانسر سيل. دلوقتي بقى هنعرف ازاي الكانسر بيتكون اللي هو الكارسيوجينيسيس. مع كارسيوجينيسيس مع ندى وشيماء هيبدأ هما يتكلموا يعني ايه كارسيوجينيسيس وازاي التيومر بيتكون اصلا. ان شاء الله يعني هنحاول نقول كل حاجه باختصار، هنقول اهم النقط تمام، فكلنا نركز مع بعض لو سمحتوا 5 دقايق بس ان شاء الله. احنا بنتكلم عن الكارسينوجينيسيس. احنا دلوقتي معانا سيل هنمشي كده معاها ستيب باي ستيب لحد ما تبقى هي معانا هتقدر تكون تيومر يعني تمام. فاول حاجه عندنا السيل سايكل. السيل سايكل اللي يعنينا منها في الجزئيه دي التشيك بوينتس. السيل طول ما هي في السايكل دي بيحصل 3 تشيك بوينتس في كل ستيج عشان نتاكد ان احنا ماشيين صح، يعني كل حاجه تمام، الدي ان ايه ريبليكيشن تمام، النيوتريشن اللي وصل للسيل تمام، الكروموسومز اترتبت تمام وهتنفصل بطريقه صح، العدد مظبوط، الجينز مظبوطه، كل حاجه مظبوطه عشان ما تبداش ان احنا نسيب حاجه وتعمل لنا هي بقى المشكله بعد كده. هيحصل عندنا مشكله في التشيك بوينتس دي زي ما منار وهي بتشرح قالت ان في السيل اللي بتبروجريس على كانسر او نيوبليزيا بيبقى في مشكله في التشيك بوينتس. فالسيل مش بتكتشف ان في غلط وبتبتدي ان هي تكمل
مع وجود الغلط ده، فده اللي بيكون لنا يعني مشكله بعد كده. في واحده في الـ في الـ في الجي 1 هنا دي بتبقى مسؤوله عن ان هي تشوف السيل بقى الاصليه النيوتريشن بتاعتها والجينز بتاعتها وكده. في واحده في الاس فيز دي بتبقى مسؤوله عن ان هي تشوف الدي ان اي ريبليكيشن حصل مظبوط ولا لا. وفي واحده في الجي 2 بتبقى مسؤوله عن ان هي تشوف ترتيب الكروموسومات صح على الميتافيز بليت ولا لا عشان يحصل الانفصال. اللي يعنينا هنا قوي اللي موجوده في الاس فيز، معلش النكست، اللي موجوده في الاس فيز عندنا اهم جين هنا بيبقى شغال، او هو مش جين، هو بروتين اسمه بي 53. البي 53 ده بيبقى بروتين معين، ده بيبقى مسؤول عن ان هو اول ما يحصل دي ان اي دامج او دامج للتيلوميرز، شورت تيلوميرز مش دامج، دي ان اي دامج او شورت تيلوميرز، بيبتدي البي 53 ده يبتدي يعمل ثلاث حاجات. الثلاث حاجات اللي هم بيعملهم الدي ان اي ريبير سيستم، بيبتدي ان هو يصلح الدي ان اي دامج اللي هو اكتشفه، او لو ما نجحش في ده بيعمل ابوبتوزس بس ده في مرحله متقدمه شويه، وبيبتدي ان هو يروح على جين تاني اسمه البي 21. البي 21 ده بيبتدي ان هو يتاكتف، يحصل له ترانسكريبشن ترانسليشن، يبتدي ان هو يكون بروتين اسمه بي 21 برضو. البي 21 ده بيبتدي يروح يمسك في السي دي كي. ايه السي دي كي او السايكلينز؟ السي دي كي او السايكلينز دي بروتينات موجوده على طول، معلش اللي قبلها كده ثاني، موجوده طول السيل سايكل. في كذا نوع منها. طول السيل سايكل البروتينات دي مسؤوله عن ان هي تنقل السيل سايكل من ستيج للثانيه، بحيث ان هي تكمل خلاص السيل سايكل وتنتهي بين اثنين سيلز وتمام. السايكلينز او السي دي كيز دي لو حصل ان هي الجينز بتاعتها نفسها فيها ديفكت او زادت، فالكميه عندنا هنا كده زياده، فما يبتدي ان هو السلايد اللي بعدها، اما يبتدي ان البروتين اللي هو البي 21 بيروح يمسك فيهم عشان يعمل لهم دي اكتيفيشن. يا جماعه وقفوا كده دلوقتي، احنا عندنا مشكله، مش هنكمل الديفيجن غير اما نصلح الدي ان اي دامج اللي موجود ده عشان السيل دي ما تبقاش تعمل لنا مشكله بعد كده. هيلاقي بقى السي دي كيس دي كتير او السايكلينز دي كتير، او هيحصل اي مشكله في تكوين مثلا الـ البروتين بتاع الجين ده، نقص في الجين او زياده في دول زي ما قلنا، او اي مشكله تعطل البي 21 ده ان هو يسبرس السي دي كيز والسايكلينز، فالخليه برضو تكمل السايكل بتاعتها عادي، وتبتدي بقى تنتج لنا سيل يعني فيها دي ان اي دامج والكلام ده، فتبتدي ان هي بقى تعمل ريبليكيشن مش اندر فيسيولوجيكال كنترول، وتبتدي ان هي تعمل لنا بعد كده مشاكل. تمام. هنبتدي بقى نقول الثري ستيجز بتاعت الكارسينوجينيسيس. ندى تقول لنا اول واحده. الجينيتك ألتريشن يعني بتحتاج، لازم عشان في الاخر يتكون الكانسر فلازم يحصل ميوتيشن في كذا جين. طيب ايه الجينز اللي هيحصل فيها ميوتيشن؟ اللي هي الجينز بتعمل ريجوليشن للبروليفريشن. تمام. طيب هنلاقي انه النورمال سيل بتعمل السيل سايكل بتاعتها عادي جدا، بيكون كل هدفها انها تعمل السيل سايكل عشان تعمل بروليفريشن، او بعد ما تخلص السيل سايكل هتبدا سيل سايكل جديده او يحصل لها ديفرنشيشن. تمام. انما النيوبلاستيك سيل بيكون كل هدفها انها تعمل رابيد بروليفريشن عشان نوصل في الاخر ان احنا نكبر الماس بتاعه التيوبر. تمام. طيب ايه هي بقى الستبس اللي احنا اتكلمنا عنها في انيشيشن بروموشن اند بروجريشن؟ الانيشيشن هي تريجر فور ميوتيشن، يعني هو الميوتيشن بتحصل، دي مرحله ان الميوتيشن تحصل وتبدا السيل دي تتحول من انها تبقى نورمال سيل لنيوبلاستيك سيل. يبقى الانيشيشن هي ريفرسبل نون ليذل جينيتك تشينج، بيحصل جينيتك تشينج، جينيتك تشينج ده بيسبب ميوتيشن في النورمال سيلز، وده ممكن يكون انهيريتد ممكن يكون اكوايرد، وقلنا ان هو بيحصل بسبب مالتيبل ميوتيشنز، يبقى كذا ميوتيشن لازم تحصل عشان نوصل للكانسر سيل. يعني لو ميوتيشن واحده حصلت مش هيتكون الكانسر سيل، لانه في دي ان اي ريبيرنج جينز، وفي في نفس الوقت ابوبتوزس ممكن يؤمر بيه الاميون سيستم الخليه علشان نتخلص من الكانسر سيل دي. طيب لازم في الاول نصنف الميوتيشنز على حسب الميكانيزم بتاعتها ل 2 تايبس، اللي هي الانهيبيتوري ميوتيشنز والستيمولاتوري ميوتيشنز. انهيبيتوري ميوتيشنز لانها بتعمل انهيبيشن للجين. طيب علشان يحصل انهيبيشن للجين يبقى اكيد معنى انه في
معنى انه في انهبيشن للجين، معنى انه في انهبيشن للجين يعني الجين ده مش موجود او الكروموزوم اللي شايل الجين ده مش موجود، فبيحصل جين ديليشن او هول كروموزوم ديليشن. طيب السيميلاتري ميوتيشنز دي بتحصل معناها ايه؟ معناها انه في دلوقتي اكزيست جينز او بتعمل اكسبريشن للحاجه دي، فمعنى كده انه الجين حصل له امبليفيكيشن او حصل كروموزومر ترانسلوكيشن زي حاجه اسمها فيلادلفيا كروموزوم، بيتبدل فيها اجزاء من الكروموزوم 9 and 22، وانسرشنال ميوتاجينيسيس انه يحصل انسرشن لبعض الفاكتورز زي ما اخذنا في حاجه اسمها انهانسر فاكتورز وفي حاجه اسمها انهبيتوري فاكتورز بتعمل انهانسنج او انهبيشن للترانسكريبشن، فهنا يحصل انسرشن لستيميولاتوري او انهانسر فاكتورز بسبب مثلا فيروس انفكشن. هول كروموزوم جين يعني يحصل اصلا انه الكروموزوم نفسه اللي شايل الجين حصل له ريبليكيشن. طيب دلوقتي ازاي بيحصل ستيميوليشن للبروليفريشن؟ تمام، احنا عندنا سيل اهي اجيبها كده ماشي تمام، وده الدي ان ايه جوه النيوكليوس. تمام طيب دلوقتي اول حاجه انه في هنا كمان ريسبتورز ماشي، اول حاجه البليتلتس هتطلع هي الجروث فاكتورز، والجروث فاكتورز تيجي على الجروث فاكتورز ريسبتورز، جروث فاكتور ريسبتورز، وتعمل ستيميوليشن للريسبتورز دي، تبدا الريسبتورز دي تنقل سيجنال. مين اللي هيستقبل السيجنال دي؟ هي حاجه اسمها سيتوبلازميك، حاجه اسمها ترانسديوسرز. ترانسديوسرز منها الراس وفي منها انواع ثانيه. تمام، الراس يبدا ان هو ينقل السيجنال دي لجوه النيوكليوس. مين اللي هيستقبل السيجنال جوه؟ هو الميك، والميك ده حاجه اسمها ترانسكريبشن فاكتور، ده بيبدا ان هو يعمل ستيميوليشن للميتوزس، يعمل ستيميوليشن للدي ان ايه ان هو يحصل له ريبليكيشن. بعد كده مين اللي بيعمل ريجوليشن؟ زي ما شيماء قالت، مين اللي بيعمل ريجوليشن للسيل سايكل؟ هم السايكلينز والسي دي كيز. تمام، يبقى احنا عندنا انه البروتو اونكوجين اللي هو بيعمل ستيميوليشن للبروليفريشن لازم يحصل له اكسبريشن في صوره الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، اللي هي الجروث فاكتورز والجروث فاكتور ريسبتورز والترانسديوسرز او سيجنال ترانسديوسرز و الترانسكريبشن فاكتورز والسايكلينز والسي دي كيز. تمام، يبقى اذا لو حصل في مشكله او ميوتيشن في الجين ده، اذا كل الحاجات او الاكسبريشن اللي هو طالع منه ده اكيد هيحصل فيه مشكله. طيب لو حصل مشكلة في البروتو أونكوجين، من اسمه بروتو أونكوجين يعني هو بذرة الأونكوجين اللي ممكن يحصل، يعني مثلا معنى انه يحصل فيه ميوتيشن هيتحول لأونكوجين، والأونكوجين ده هيطلع abnormal proteins اللي هي دي، وهنسميها أونكو بروتينز. يبقى الأونكو بروتينز دي هتعمل لي، هي هتكون سبب في ان يحصل abnormal proliferation. تمام طيب دلوقتي الحاجات اللي انا اتكلمت عنها، اول حاجه انه يبقى في مشكله في الجروث فاكتور تكون موجوده بكميه كبيره، ده هي ممكن يسبب برين تيومر، او انه يكون الريسبتورز تبقى ابنورمال زي الابيديرمال ريسبتورز في البريست كانسر، او انه السيجنال ترانسديوسرز زي الراس يكون فيه مشكله، او انه الترانسكريبشن فاكتورز برضو يكون فيها مشكله زي الماك او السايكلينز والسي دي كيز اللي هي سيل سايكل ريجوليتوري بروتينز، ممكن يحصل فيها مشكله، فطبعا السيل سايكل هتحصل بشكل ابنورمال. طيب التيومر سبريسور جينز في منها نوع سيتوبلازميك وفي منها نوع نيوكلير. السيتوبلازميك هو نوع واحد اللي هو الاي بي سي، وهو جين اتسمى على اسم الكانسر اللي بيسببه لما الجين ده ما يبقاش موجود، اللي هو ايه؟ اللي هو الادينوميتس بوليبوسس كولاي، بيبقى الكولون فيه زي بوليبوسس كده في كل مكان بسبب الكانسر اللي سببه فقدان هذا الجين. الار بي 1 ده جين برضو لو مش موجود او حصل فيه ميوتيشن، قالت لنا عندنا حاجه اسمها البروموشن. ايه البروموشن ده؟ البروموشن ده عندنا بيتقسم لحاجتين،
حاجه اسمها intrinsic factors، يعني دي الفاكتورز المتعلقه اكتر بالتيومر نفسه، وحاجه اسمها الهوست فاكتور. الهوست فاكتور اللي هو الانسان بقى او الشخص او ايا كان الكائن اللي اصاب بالتيومر ده. الانترنسيك فاكتور حاجه اسمها، اول حاجه اسمها الدبلنج تايم اوف تيومر سيل. يعني ايه الدبلنج تايم اوف تيومر سيل؟ السيل سايكل الطبيعيه مدتها قد ايه؟ 24 ساعة. مش مشكلة. السيل سايكل الطبيعية مدتها 24 ساعة. السايكل اللي بتحصل في التيومر سيلز ما بتبقاش 24 ساعة، بتبقى أقل من كده. فالدبلينج تايم ده أنا بشوف الوقت بتاع التيومر سيلز بتاخد قد إيه عما تعمل ميتوزس يعني. فطبعا اكيد بيبقى اقل، السيلز دي بتبقى معدل الريبليكيشن بتاعها عالي جدا، بتفضل تتكاثر من غير ما يعني من غير حساب، ومش تحت الفسيولوجيكال كنترول زي ما احنا قلنا. فبيبقى الوقت بتاعها اقل بكتير من ال 24 ساعة الطبيعية. جماعة ربنا نخلص والله. تاني حاجة الجروس فراكشن. الجروس فراكشن ده التيومر ماس مش بتبقى كلها سيلز بتبولريفليت، مش بتبقى كلها سيلز بتنقسم. يعني انا مثلا عندي ماس فيها 100 سيل مثلا، ال 100 سيل دول بيبقى منهم نسبة مثلا 10% هم دول اللي بيعملوا بولريفليشن، هم دول اللي بينقسموا يا جماعة، تمام؟ في الاجريسيف تيومر يعني اكتر نسبة يعتبر بيوصل لها الموضوع ده بتبقى 20% لو اجريسيف تيومر. لو تيومر مش اجريسيف هيبقى يعني الموضوع اقل شوية، اكيد 10% 15 ايا كان. تاني حاجة، تالت حاجة اسمها السيل برودكشن سيل لوس ريشيو، يعني معدل السيلز الجديدة اللي بتنتج على اللي بتفقد. طبعا المعدل ده لو في تيومر بيبقى عالي، يعني انا بما ان انا بعمل برودكشن يعني بنسبه كبيره جدا، اللوس ما بيقدرش يعوض عندي الموضوع، هو ده اصلا اللي بيعمل يعني ماس، تمام؟ طيب تاني حاجه الهوست فاكتورز. الهوست فاكتورز عباره عن ايه؟ مبدئيا اي حاجه يعني اي ستراكشر في الجسم بتزيد ابعاده عن 2 مليمتر ما بيقدرش ان هو يكمل من غير ما يوفر لنفسه بلاد سبلاي، يعني منفصل بقى. مش يعني هو مثلا التيومر ده كان على طبقه معينه من السيلز، التيومر ده بدا ان هو يكون ماس كده لوحدها. الماس دي لو زادت ابعادها عن 2 ملم مش هتقدر ان هي يوصل لها النيوتريشن اللي هي محتاجاها غير اما تعمل حاجه اسمها انجيوجينيسيس، ان هي بتعمل ايه؟ بتوفر بلاد سبلاي لنفسها. التيومر ده بقى ذكي جدا، يعني هو بيتحدى الجسم تقريبا، زي ما ندى قالت ان هو بيقدر ان هو يكفر نفسه من الاميون سيستم ان هي توصل له، بيقدر يبوظ الدنيا. فبيقدر كمان يخلي الهوست يعمل له بلاد سبلاي خاص بيه لوحده، اللي هو هات لي بقى نيوتريشن وهات لي بلاد سبلاي ويلا نكبر ونعمل ماس بقى كبيره وننتشر ويعني ايه نبوظ الدنيا، تمام؟ اللي بعدها لو سمحتوا. طيب ثالث حاجه البروجريشن. البروجريشن ده البروجريشن ده اهم حاجه فيه ان التيومر خلاص وصل ان هو بقى اجريسيف. بقى اجريسيف ديو تو ايه؟ يعني بقى اجريسيف بسبب ان في الاول مثلا انا كنت بادئ بسيل او اتنين سيلز، الاتنين دول لهم نفس الخصائص ونفس الاوريجين، تمام؟ ادي دي مثلا ماس معينه، من كتر ما السيلز دي بتبوليريفليت والعدد بيكبر وخلاص بقى الانقسام مش صح، وبقى فيه ديفكتس كتير جدا طبعا في السيلز اللي بتطلع بقى من غير ما تتراجع ولا يحصل لها اي حاجه. فالسيلز دي بتبتدي ان هي كمان تكون اوريجينز جديده، يعني وممكن بقى تكون مش شبه اصلا التيومر الاصلي، يعني ممكن مثلا يبقى تيومر من تشو معين وبعدين معاه تيومر من تشو تاني، والجسم بقى يبتدي ان هو يعني المشكله ان هي تتفاقم عنده. ده بيعمل حاجه اسمها الهيتروجينيتي. هي مش عايزه اقول هيتروجينس، انا عايزه اقولها كنون بس مش مهم. هتعمل هيتروجينس كانسر. هيتروجينس كانسر ده يعني مش شرط ان كل السيلز اللي فيه بتبقى بنفس النوع، بيبقى فيه انواع تاني، انواع مختلفه من السيلز جوه تيومر واحد. دي حاجه زي التيراتوما. التيراتوما دي بيكون جواها مثلا ممكن نلاقي سنه او شعره او ايا كان، يعني بيبقى انواع مختلطه من التيشوز والسيلز بتكون يعني بتكون بقى الماس اللي انا مش قادره احدد لها ملامح دي، تمام؟
بس كده. شكرا. دلوقتي يا شباب الصوت بس. دلوقتي يا شباب هنتكلم عن حاجتين مهمين وهي الستيج والجريد بتاعت الكانسر. ازاي اعرف كل ستيج مختلفة عن نفسها عن التانية ازاي وليه هي بتبقى كده؟ ده الكلام ده مع سلمى وبعدها رنا ان شاء الله. هتكلم عن الستيجز والجريد. اول حاجة هنتكلم فيها ايه الفرق بين الستيجز والجريد. الستيجز عندي بقدر من خلالها او بتديني ديسكريبشن للسايز بتاع التيومر او المدى الانتشار بتاعه من مطرح المكان بدأ فيه. ورانا هتعرفنا ايه الجريدز. الجريدز المفروض ان انا دي المسطرة او وحدة القياس اللي انا بقيس عليها قد ايه الخلية دي قريبة للخلية الطبيعية. الكانسر سيل قد ايه هي قريبة للخلية الطبيعية. هنبدأ بالستيجي. هبدأ بقى اتكلم بالتفصيل عن الستيجز. اول حاجة اتكلم عنها الامبورتنس بتاعت الستيجز. حد عنده فكره ايه الامبورتنس بتاعتها او ممكن تفيدني في ايه؟ مظبوط في العلاج. اهم حاجه استخدم فيها الستيجز ان انا اعرف ايه انسب علاج، لان الايرلي ستيجز بكون مناسب ان انا استخدم العلاج براديشن او بعمل سيرجري واشيل التيومر او الكانسر ده. لكن الادفانسد ستيج بيكون الافضل ان انا استخدم الكيموثيرابي. الستيجز دي بتقدر تساعدني برضو في مجال الريسيرش ان انا ممكن ابني بيز او يبقى عندي جايد لاينز اقدر اديفلوب بيها تريتمنت جديد. عندي تو تايبس او تو سيستمز بقدر من خلالهم احدد الستيجز. اول حاجه النمبر ستيجنج سيستم، تاني حاجه التي ان ام ستيجنج سيستم. الستيجز عندي 5 ستيجز فروم ستيج 0 تو 4. ستيج 0 بتكون عندي الابنورمال سيلز لسه ما كبرتش ولسه ما اقدرش اعتبرها كانسر اصلا، لكن مع الوقت ممكن تتحول لكانسر. الستيج دي بسميها انسايتو. بتكون الخلايا لسه في مكانها فبقول عليها انسايتو عشان لسه ما اتحركتش او ما انتشرتش الاماكن تانية في الجسم. ستيج 1 بيكون برضو السيلز صغيره ولسه ما حصلهاش انتشار في اجزاء تانية في الجسم. ستيج 2 السيلز بتبقى لارجر شويه عن ستيج 1 لكن برضو لسه ثابته في مكانها ما بقتش تتحرك. ستيج 3 الخلايا برضو مستمره في النمو بتبقى اكبر من ستيج 2 لكن بتبدا بقى تتحرك للسراوندينج تيشوز او بتبدا تروح للليمف نودز. ستيج 4 الخلايا بقى عندي بتكون برضو مستمره في النمو وبتبدا تروح لاورجانز تانية، لازم بتكون على الاقل راحت لاورجان واحد تاني غير الاورجان اللي بدات فيه، وساعتها الكانسر ده بيبقى اسمه سيكندري كانسر او ميتاستاتيك كانسر. ميتاستاتيك كانسر جاي من ميتاستاسيس، يعني ان هو بدا ينتشر في اورجانز تانية زي ما كان احمد شرح في الهولماركس. وده المرض التانية. تاني كاتيجوري الريجنال ليمف نودز، بتكلم فيها عن انتشار الكانسر ده في الليمف نودز في اللي حوالين التيومر نفسه. تالت حاجه الديستنت ميتاستاسيس اللي هو انتشار التيومر في الاورجانز الثانيه او في اذر بودي بارتس. اول حاجه التي بتكلم فيها في اربع نقط معايا، تي 0 تي اكس التي انسايتو او تي اي اس والتي فروم 1 تو 4. اول حاجه التي 0 ما بيكونش عندي تيومر اصلا او تيومر، يعني التيومر مش موجود اساسا. تاني مرحله التي اكس بيكون التيومر موجود لكن مش قادره اقيسه بالظبط. تالت مرحله التي انسايتو التيومر موجود وبدا ينتشر وبدا حجمه يكبر شويه. رابع حاجه عندي تي فروم 1 تو 4، كل رقم من 1 ل 4 بيحدد لي الحجم بتاع التيومر، كل ما الرقم زاد كل ما حجم التيومر زاد. حجم التيومر بيختلف من اورجان للتاني، يعني تي 1 في البريست كانسر مثلا بيكون حجمه مختلف عن التي 1 في الليفر مثلا. تاني حاجة عندي او تاني كاتيجوري هتكلم فيه original lymph nodes متقسمة عندي N0 NX N from 1 to 3. N0 لسه الكانسر مأثرش على lymph nodes، NX بدأ يأثر فيها لكن برضو not measured لسه، N1 to 3 بحدد بقى مدى تأثير الكانسر ده على lymph nodes او عدد lymph nodes اللي متأثرة بالتيوم.
تالت حاجه عندي الديستنت ميتاستاسيس ده اللي قلت الانتشار للاذر بودي بارتس بيكون عندي ام اكس وام 0 وام 1 الام 0 ما بيكونش فيه ميتاستاسيس اصلا او لسه التيومر ما اتحركش لاماكن تانية في الجسم الام اكس برضو اتحرك لكن برضو نوت ميجرد يعني اكس تقريبا معايا بتقول لي ان هو نوت ميجرد الام 1 بدا ينتشر التيومر في الجسم وبدا يحصل بلاد سبريد ومن خلال الدم التيومر هيبدا ينتشر للاورجانز التانية ورانا هتكمل الجريدز طيب المفروض ان انا دلوقتي هبدا اتكلم عن الجريدز ايه هي الجريدز قبل ما ابدا اي حاجه علميه هنبدا كده بمثال بسيط قوي انا اول ما بشوف حد الاول مره او حد بيشوفني الاول مره مثلا ايه السؤال اللي انا دايما بساله له مثلا او دايما بيساله لي بيقول لي مثلا بيقول لي انت في سنه كام ليه بيقول لي انت في سنه كام بيقول لي انت في سنه كام عشان يعرف هو هيتعامل معايا ازاي نفس الكلام هنا بيحصل مع الخليه انا حاطه للخليه جريدز من ناحيه السيميلاريتي بتاعتها قد ايه الكانسر سيل دي قريبه او شبه الخليه الطبيعيه عشان اعرف انا هتعامل معاها ازاي تمام تمام طيب يبقى بيقول لي ان الجريدز الكانسر جريدز describe how abnormal the cancer cell and the tissue look under the microscope when compared to the healthy cell يعني انا دلوقتي عندي خليتين خليه طبيعيه وخليه كانسر المفروض ان انا هعمل بينهم ايه مقارنه طيب المقارنه دي هتكون من حيث ايه هتكون من حيث حاجه من الاثنين يا اما المورفولوجي يا اما الفانكشن المورفولوجي انا قصدي بيها ايه المورفولوجي ممكن تكون السايز ممكن تكون الشيب بتاعها ممكن تكون الاستراكشر بتاعتها بشكل عام انا بشوفها ازاي طيب وبالنسبه للفانكشن الخليه دي ممكن تكون بتفرز كيراتين الخليه دي ممكن تكون موجوده في جلانز فبتفرز حاجه معينه يبقى ده من حيث ايه من حيث الفانكشن كل اللي انا هعمله ان انا هعمل مقارنه according للجريدز الجريدز اصلا هي يعني ايه يعني صفوف يعني يقول لك انا في الصف الاول اللي هو جريد 1 جريد 2 جريد 3 كل ما بطلع من الجريدز كل ما انا ببعد عن الخليه الطبيعيه يعني خلينا نتخيل الخليه الطبيعيه اهي والجريدز فوق انا عماله ببعد وبقرب من الخليه الكانسر يبقى انا كل ما بطلع بالجريدز كل ما انا ببعد من قد ايه انا خليه نورمال تمام طيب الجريدز اللي انا هشرحها مش هشرحها كلها كده انا هشرحها على هيئه امثله عشان تبقى اوضح اول مثال هبدا بيه السكن اول مثال هبدا بيه السكن طيب انا قلت ان انا ممكن اقارن من حيث حاجتين من حيث المورفولوجي ومن حيث شكلها الفانكشن بتاعتها اول حاجه من حيث المورفولوجي قلت ان انا بتكلم على الشكل مظبوط طيب من حيث المورفولوجي قلت ان انا عندي اربعه جريدز اول جريد هتكلم فيه اول جريد اسمه ايه اسمه الويل ديفرانشييتد ويل ديفرانشييتد يعني ايه يعني انا دلوقتي قريبه جدا من الخليه النورمال يعني الخواص بتاعتي سواء انا بتكلم على المورفولوجي او الفانكشن انا لسه قريبه من النورمال سيل لسه ما بعدتش ورحت للكانسر سيل طيب بتبقى نسبه التشابه سواء انا بتكلم عن الفانكشن او عن المورفولوجي بتبقى النسبه بتتراوح من كام لكام بتبقى النسبه بتتراوح من 100% لحد 75% ده بالنسبه لاول جريد بالنسبه لتاني جريد انا هنا هتكلم هيبقى اسم الجريد هتبقى ان هي مودريت ديفرنشيت يعني نسبه التشابه بتاعتها بدات تبعد شويه عن قد ايه هي نورمال نسبه التشابه بتاعت الخليه بتتراوح من كام بتتراوح من 75% ل 50% ده بالنسبه للسكند جريد تالت جريد هتكلم عنه اللي هو البولي ديفرنشيت انا كل مدى عماله ببعد في الجريدز كل ما انا عماله بقرب لقد ايه انا كانسر سيل قلنا ان البولي مودريتد بتتراوح النسبه بتاعتها من 50% لحد 25% اخر جريد هتكلم فيه اللي هو الاندفرنشيتد الاندفرنشيتد بتبقى النسبه بتاعته بتتراوح من 25% ل 0% بتبقى الخليه خلاص شبه دمرت وشبه بقت كانسر سيل بنسبه 100% فبعدت خالص عن قد ايه هي نورمال من حيث الفانكشن بتاعتها ومن حيث الشكل بتاعها ده بالنسبة لأول مثال اتكلمت عنه تاني مثال هتكلم عنه ان انا عندي جلانز الجلانز فيها اسينوس سيل الاسينوس سيل دي هي المسؤولة ان هي تعمل لي السكريشن ده انا دلوقتي عشان نكون بس مع بعض انا دلوقتي بتكلم عن الفانكشن بتاعتها ان هي بتعمل سكريشن هطبق عليها نفس الجريدز اللي انا مشيت فيهم وهطبق نفس الارقام اللي انا مشيت فيهم انه جريد 1 الفانكشن بتاعتها انها بتعمل سيكريشن انا قلت ان هي بتبقى ويل ديفرنشيتد فالنسبه بتاعتها بتبقى كويسه بتبقى من 100% ل 75% بعد كده السيكريشن بتبدا تقل لان الخليه بتبدا تفقد السيميلاريتي بتاعتها بالنسبه للخليه النورمال بدات تبعد عنها ما بقيناش شبه بعض خلاص
ده بالنسبه لجريد 2 اللي هي بتبقى مودريت. بالنسبه لجريد 3 بتبقى بولي ديفرنشيتد، بتبقى النسبه بتاعتها بتتراوح من 50% ل 25%. اخر جريد قلت خلاص انا بعدت خالص وما عدتش بعمل سكريشن خالص، او حتى بعمل شويه سكريشن بس بنسبه كبيره، بتبقى الخلايا خلاص ما عدتش نافعه خلاص، يعني يعتبر هنرميها خلاص، بتبقى اندفرنشيتد، بتبقى بتتراوح النسبه بتاعتها بتاعت التشابه من 25% ل 0%. عشان نجمع الدنيا كده ونلمها، انا دلوقتي كنا بنتكلم في الهدف بتاعنا عن حاجتين، عن الستيجنج وعن الجريدنج. الستيجنج انا لو عايز افتكرها كده، الستيجنج اس stands for السايز والسبريد. يبقى انا لو حاطه في دماغي كده، انا لو بتكلم عن الستيجنج انا هقول هقارن، يعني الحاجات اللي انا هحطها في دماغي ان انا بتكلم عن السايز بتاع الخليه والانتشار بتاعها اللي هو السبريدنج. ده بالنسبه لايه؟ للستيجنج. طب لو انا بتكلم على الجريدنج، انا عامله لها ديجريز، انا بشوف السيميلاريتي بتاعه الخليه من حيث ايه؟ من حيث الخليه النورمال، يعني انا عندي خليتين وبقارن بينهم. طيب تمام، في اي اسئله؟ طيب ممكن اعرض شويه اسئله. اول سؤال بيقول لي انه which statement best describe tumor grading. التيومر grading provides information on how the tumor cell look under the microscope، ولا الكانسر can be graded using the TNM classification system. تمام مظبوط، مين قال اول واحد؟ خلصتش؟ طيب تاني سؤال بيقول لي your patient tumor grading report stated that it's well differentiated. well differentiated يعني كانت جريد رقم كام؟ جريد رقم واحد. طيب يبقى ايه اللي هتبقى الجملة اللي ماشية مع الكلام اللي انا بقوله؟ انه this type of cancer is considered high grade ولا this type of cancer is considered low grade because the tumor cell have an appearance and arrangement that is similar to the normal cell. اخر سؤال بس ده مش هيبقى عليه شوكولاته عشان انا لسه قايلاه، مين اللي هيقدر يقول لي الفرق بين الستيجنج وبين الجريدنج؟ Factors that contribute to the growth or the growth of a benign or malignant growth of a tumor include many factors, starting with hormones, smoking, age, genetics, immune disorders, obesity, overexposure to radiation, environmental toxins, viruses, or stress. In this manner, it's so hard to deduce a cause and effect relationship of a neoplasm because they can be so many factors. And I'll take it from here. Thank you. أنا دلوقتي أكلم يعني لأن أهم انتشار يعني the most common causes. تمام؟ أولاً the most common causes are chemical carcinogenesis, environmental causes such as oncogenic viruses and radiation, and familial predisposition. تمام؟ أول حاجة إحنا عرفنا في حاجة اسمها chemical carcinogenesis إزاي؟ أو إحنا بدأنا إزاي يعني نتوقع إن في carcinogenesis بيتسبب بchemicals إزاي؟ في لندن كانت في chimney sweeps، عارف الناس اللي بيطلعوا وبيشيل الكول من الشيمنيز. تمام، لقى الانسيدنس او الانتشار بتاعت السكروتم سكين كانسر زي الصورة بيبان هنا، تمام، عالي جدا جدا جدا، تمام، اكتر من النورمال بوبوليشن. طيب عرفنا بقى ايه دلوقتي؟ عرفنا ان ممكن يكون في occupational hazard بيسبب الكارسينوجينيسيس. تمام، فبحث اتعمل عشان نعرف ايه الكيميكال اللي عامل يعني ايه كولتار اللي عامل المشكله دي، ومش واضح جدا بس هو اسمه ميثايل كولينانثرين. تمام، هو كيميكال كولتار از بولي سيكليك هيدروكربون. تمام، وبعد ما عرفنا عنها، تمام، دخلنا في بحوث كتير جدا 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 عشان نعرف انهي كيميكلز ممكن يسبب كارسينوجينيسيس. تمام، وتلاقي كتير يا اما سينثيتك يا اما ناتشورال. تمام، انا عارف ان نادى كلمت وشيماء كلموا على الستيجز، بس اتكلم بس بسرعه يعني بسرعه عنها. تمام، انيشيشن ده الترانسفورماتيف ايفنت. تمام،
عندنا في السلايد دي هنتكلم عن ionizing radiation. احنا عندنا two types of radiation, non-ionizing وال-ionizing. non-ionizing دي it's low energy, دي اللي بتبقى موجودة في الميكروويفز, بتبقى موجودة في الراديو ويفز, بتبقى موجودة في الحاجات يعني it's fairly safe. بس non-ionizing, ionizing I'm sorry, is the one that's harmful. It consists of and it's the energy that's given off by radioactive material. It consists of high energy waves that damage atoms by stripping them of electrons. That is the way in which they ionize the material. هما they're not selective, يعني بيشوفوا أي atom and they attack it. Thus meaning it damages any atom it comes into contact with. And that's why it's so harmful. In relation to carcinogenesis, the damage that is done to the DNA is particularly pertinent. يعني you can see strong correlations between them. As with any type of carcinogenic process, if the DNA damage is not corrected by the next cell division, mutations will be fixed into the genome. يعني مش معنى إن حصل مشكلة في السيل دي إن a neoplasm has to occur. It just means that it has to be fixed by the next cell cycle or else it'll start proliferating and it will become a problem. Yes. يعني it cannot multiply. The effect of ionizing radiation is dose dependent, meaning that the minute يعني مش أي radiation هيعمل neoplasm. لازم يكون بspecific doses. The minute amount of radiation one is exposed to during a dental X-ray أو مثلا any type of X-ray on the body is fairly non-harmful and actually sometimes recommended. While the amount of ionizing radiation released during a nuclear accident or in the vicinity of an exploded atomic bomb can be immediately lethal. يعني مش هلسه هيستنوا ان يحصل نيوبلازم, ممكن تموت شخص ساعتها. X and gamma radiation, which is nuclear radiation, and the biggest example of this radiation is the Hiroshima and Nagasaki atomic blasts. Are well known to cause cancer to individuals. A latent period of months to decades can intervene between the exposure and appearance of a neoplasm. وأصلاً في اللي أنا هسا هتكلم عنها دلوقتي, بس في الأكسيدنت دي, even 75 years later, people are still suffering from these effects. Examples of radiation-induced cancer include thyroid carcinoma and leukemia. This is found in the studies of the Hiroshima and Nagasaki atomic blasts as one example. Before the discovery of the adverse effects of ionizing radiation, كانوا بيستعملوا radiation دي إن هما يعالجوا الناس أصلاً. ف 75% of thyroid carcinomas in children قبل ما يكتشفوا إن دي حاجة harmful was caused because they used radiation in order to treat very simple things like in children like acne or acute tonsillitis. And they were all fairly benign conditions that they later found out that it was related to the radiation they were using. Before the adverse effects of X radiation were known, radiologists and those alike frequently developed cancers. And هم كمان الناس اللي بي administer the radiation, they use not only the people on the other hand receiving the radiation were they affected, but also the person administering it. Because they didn't wear protective things, protective equipment. Now they wear special protective aprons made of metals such as lead, which absorb the ionizing energy. يعني الحاجات اللي بيلبسوها دي بتreceive the ionizing radiation دي عشان ما توصل لهمش. Patients who underwent radiation were at risk of developing a second malignancy. يعني هم أصلا عندهم already عندهم neoplasm وعندهم cancer. بس عشان radiation sometimes a second malignancy can develop. The risk تاني زي ما قلنا في الأول في الموضوع ده is dose dependent. يعني it means that the higher levels of exposure to radiation يديك higher chance in a second malignancy can occur. This cancer is often a sarcoma. يعني the second malignancy اللي بتيجي دي بتبقى sarcoma. Often يعني بس مش دايما. An example of this would be people who underwent treatment for advanced breast cancers. دول بعد ما سنين, years after they received the treatment and even if they are completely healed, another malignancy can develop and it's called angiosarcoma of the breast and it can develop, as I said, years after.
عندنا ultraviolet light from the sun is a form of radiation that we are constantly exposed to. يعني مش مثلا مش مختصرة على الاكس رايز او كل ده, برضو الحاجات اللي بنشوفها in our daily life can greatly affect that, causing the formation of pyrimidine dimers in the DNA. يعني السن ده can change things in our DNA, create a new plasm in this sense. Because the skin is exposed to ultraviolet light and the fact that it protects so many organs, يعني السكن ده بيبقى أول حاجة بتريسيف أو أكتر حاجة معرضة إن هي يبقى ليها cancer. يعني it's the organ most at risk for developing sunlight induced cancers. There are more common skin cancers دي are more common in individuals with fair skin. عشان الميلانوسايتس forms a protective layer for the skin. لكن fair skinned individuals مبقاش عندهم معدل الميلانوسايتس الكتير ده اللي يقدر يحميهم against the ionizing ultraviolet light. احنا عندنا دلوقتي في الصورة دي دي اول واحدة squamous cell carcinoma ودي basal carcinoma. Squamous and basal cell carcinomas are of the skin typically develop in older individuals. احنا انا نسيت اقول النقطة دي بس in the Hiroshima and Nagasaki atomic bombs لما اكتشفوا ان بيحصل leukemia وبيحصل thyroid cancers وكذا كان بيظهر اكتر in children او in women. لكن هنا دلوقتي هنفكر ونقول ليه يعني it's more you can see it more in adults. It's because they think it's related to the cumulative exposure of sunlight across people's lives. More years mean more exposure. The skin is a history of blistering sunburns and the incidences of melanoma is the highest in fair-skinned individuals زي ما بقول عشان الميلانوسايتس. And they're most common in locations with high sunlight, self-explanatory, and common sense, such as Australia and Florida, and people who have occupations that force them to always be in exposure to sunlight, such as fishing or farming. Thank you. الغلط معلش المفروض اونكوجينيك مايكرو اورجانيزمز تمام عشان في عندنا 1 بكتيريا ممكن يسبب كانسر تمام 1 بكتيريا بس اسمها هيلوكوباكتر بايلوراي تمام ودي بيعمل افكت للميوكوسا اوف ذا ستمك وكان كوز جاسترايتس ولو تشوف على التيبل الهيلوكوباكتر بايلوراي بيسبب الجاستريك ليمفوما تمام ات هاز بين ايدنتيفايد There have been multiple viruses identified as carcinogens. يعني انتوا شايفين دول كام واحد بس في التيبل. مش كتير على فكرة الفيروسز اللي ممكن يسبب الكانسر بس في منهم. تمام. معلش. الفيروسز دول ممكن يكون DNA أو RNA viruses. تمام؟ أي نوع منهم ممكن يكون موجود. The best أكتر واحد مفهوم عندنا في العلم تمام هو الـ High Risk Human Papillomavirus تمام قال طريق الـ Human Papillomavirus بيشتغل in the proteins produced from the High Risk Human Papillomavirus promote excelled replication of cells binding and inactivating proteins derived from tumor suppressor genes يعني إيه الكلام أنا قلته ده يعني الـ High Risk Human Papillomavirus ده بيعمل إيه بيفرز بروتينات البروتينات اللي بتفرز تمام يعني it stops and inhibits تمام the tumor suppressor genes such as P53 and RB ندى وشيماء كلموا عنهم تمام وبرضو بيقلل من السل معلش من السل regulation نسيت الاسم الهوست سيلز دول اللي حصل لهم دلوقتي تغيرات ان بيحصل لهم تغيرات في unregulated manner تمام and errors in the host DNA accumulate with subsequent rounds of cell division يعني الايرورز اللي بيحصل دول بيكون وبيكون بيكون تاني في السيل ديفيجن يعني طبعا في ستيجز للسيل ديفيجن في كل ستيج بيكون اكتر تمام الاذر فايروسز الموجود احنا مش فاهمينهم زي هاي ريسك HPV
تمام. طبعا في ابحاث كتير بيتعمل فيهم بس احنا مش فاهمينهم بنفس الطريقه ان هم بيعمل يعني كارسينوجينيسيس زي الاتش بي في. بس هو معروف ان سم اوف ذيز تمام are preceded by many years of low grade chronic inflammation. معناه ايه؟ ان معظم الفيروسات دول اللي احنا مش فاهمينهم حصل لهم قبل كده inflammation تمام لسنين لمده سنين كتير, which appears to play a role in carcinogenesis. يعني في الابحوث ده بيبان في correlation ما بين low grade inflammation اللي بيحصل لمده سنين وcarcinogenesis. ليه؟ قال بقى in due to the inflammatory response there may be not killing of the cells. يعني المفروض يحصل apoptosis للسيلز اللي فيهم اي تغيرات مش نورمال تمام, بس بسبب rapid proliferation. طبعا في الانفلاماتوري inflammatory area بنلاقي growth factor كتير تمام, فبدال الgrowth factor يشتغل على inflammatory cells بيشتغل على ايه؟ الفيروس سيلز اللي بيحصل الانكوجينيك انكوجينيك يعني ذا انكوجينيك فيروس تبعيه بتاثر على السيلز. أيوة. اللي دخلت في البلاستيك بالظبط. الكرونيك انفلاميشن دايما ميديا ان في جروث فاكتور موجود. ايوه بالظبط. فلو خليه بقى ناقصها حاجه بسيطه عشان تخش في البلاستيك ده كله ديسبايت الدامج دي ان اي, يعني كل الدامج دي ان اي ده بيتكون برضه تمام زي الدكتور قال هم ناقصين بس الجروث فاكتور هيزودهم وهيدخلهم في النيو بلاستيك تشينج. نيكست سلايد بليز. ماشي هنتكلم على الفاميليو كانسر سيندرومز اور انهيريتد جينيتيك ميوتيشنز تمام. في كتير منهم تمام احنا عارفين عنهم وكل سنه بتعرف عنهم اكتر واكتر واكتر. قال ان انهيريتد جين جينيتيك ميوتيشن puts patients at risk of developing cancer at a younger age than typical for that cancer. معنى الكلام ده ايه؟ يعني مثلا البريست كانسر تمام, نقول انا نتفرد بس ان هو 55 الافريج ايج, الناس اللي عندهم فاميليال بريديسبوزيشن ممكن يجي لهم على 35 تمام. ليه؟ عشان كان الجينوم بتاعته حصل له الاول ضربه دي تمام, فيها نقص اصلا في الجينوم تمام. فاسهل مش دكتور شيماء ودكتور الندى قالوا لما لازم يكون اكتر من سبب, لازم يكون اكتر من كيميكال تمام عشان يحصل التيومر تمام. احنا دلوقتي عندنا الفاميليال يبقى لسنا واحده بس اللي احنا محتاجينها تمام. Some of these are very rare and some of them are very common. Each familial cancer syndrome is caused by mutations in the different genes. يعني احنا شايفين هنا ان الفاميليال بس تمام ان ممكن يكون على different genes. حتى في السنجل جين يعني احنا داخلين في جين واحد تمام, the location of the exact mutation that disables the resultant protein can be variable. يعني مكان البروتين اللي بيغير الجينوم ممكن يختلف. اديكم اكزامبل دلوقتي, شايفين الريتينوبلاستوما اللي بيأفكت الار بي جين تمام, ده ممكن يكون يعني ممكن يتسبب بالسيمبل بيس بير سبستيتيوشن. يعني اغير واحد بيس بير ممكن الاقي عندي ريتينوبلاستوما, وممكن يكون بسبب insertion of a few base pairs. يعني انا ضعفت على الجينوم تمام كام بيس بير كده تمام, وممكن يحصل large deletion ونفس النتيجه الار بي جين هيتغير ويوصل لي ريتينوبلاستوما. حتى في الجينز اللي involved in driving familial settings are not necessarily the most important in their sporadic counterparts. يعني انا معنى الكلام ده ايه؟ مثلا عندي دلوقتي في BRCA1 جين تمام, حصل لي familial breast and ovarian cancers, بس في sporadic او general population تمام هو 20% من ovarian cancers و10% من breast cancers اللي بتسبب BRCA1 تمام. فلازم نعرف ان sporadic cancer لسه more common than familial predisposition to cancer. بس لازم نعمل take home message ان الفاميليال predisposition ده بيعمل اول ضربه للجينوم تمام, يعمل اكتر susceptibility للكانسر وبس. دلوقتي شباب هنتكلم عن كم مهمين لازم نعرفه ايه السيستم.
هنتكلم عن حاجتين مهمين، ايه السيمتومز اللي بتظهر لما يكون عندنا كانسر او ليمفوجيا، والحاجه الثانيه ازاي الكانسر دوت اصلا بينتشر جوه الجسم بيعمل ميتاستاسيس ازاي. الاثنين مع عيوننا ومع عملياتنا. هنتكلم دلوقتي يا جماعه عن السيمتومز، اول حاجه ان الكانسر بيظهر يعني مفيش مثلا سيمتومز معينه اول ما تيجي نقول ان هو عنده نيوبلازيا او عنده كانسر، انما بقى في شويه سيمتومز يعني بيكونوا مشتركين ما بين معظم الانواع بتاعت النيوبلازيا. عندنا اول حاجه الانيميا، والانيميا خصوصا يعني لما بيوصل للبون مارو فطبعا بيبدا ان هو يسبريس الفانكشن بتاعته فبيسبب لنا انيميا. تاني حاجه برضو عندنا تشيلز اللي هي الرعشه اللي بتيجي في البرد وكده، وكمان ممكن يحصل فيبر ويحصل تايردنس ويحصل فتيج، يبقى دايما حاسس بتعب وتعب كده. ونلاقي برده شورتنس اوف بريس اللي هو خصوصا بقى لما يجي في الريسبيراتوري سيستم ولونج كانسر، او يجي في حاجه يعني الاهل بتسلسل مجرى الهواء فبيكون مش قادر ياخد اكسجين كويس. طيب لو جات في الليمف نود هتعمل سويلنج وبين، وممكن تكون كتله في اماكن مختلفه زي الارمبتس والنك والجريو، والشخص ده هيفقد وزنه بسرعه وهيكون بيعرق كتير بالليل. طيب لو جات في البريست هتعمل بين وسويلنج وريتيشن وهتغير في شكل البريست، وممكن تكون كتله كمان في البريست. طيب اخر حاجه لو جات في السكين هتعمل حاجه اسمها مود، المود يعني كتل لحميه، المود دي ممكن تنزل وهيكون الشخص ده عنده جروح الجروح بتاعته ما بتتقلش كده. السيمسون بتاعت النيوبليزيا خلصت، هنتكلم بقى على السبريد اوف كانسر. الاول احنا عرفنا طبعا ان الكاينس اوف النيوبليزيا او الكانسر يعني عندنا بيناين ومالجنت. البيناين والمالجنت الفرق الاساسي بينهم ان البيناين ليه سلو ريت اوف جروث او بروليفريشن، بينما المالجنت ليه هاي ريت اوف بروليفريشن فهو بيكبر بسرعه كده. وتاني فرق طبعا ان البيناين مش بيعرف ينتشر في الجسم، بينما المالجنت هو اللي بيعرف ينتشر فهو فيما بعد بيسبب لنا كانسر وكده. عندنا البيناين مش معنى ان هو مش بينتشر في الجسم ان هو دايما حلو، يعني هو ممكن يسبب لنا اذى كبير. يعني مثلا هنا لو جه هنا مثلا في السيرفيلا ممكن ياثر على توازن الانسان وكده، لو جه من تحت من هنا ممكن يعمل شلل رباعي اصلا، ولو جه في البرين ستيم هياثر على الريسبيراتوري سيستم وممكن ده يؤدي لوفاه في الاخر. فاحنا دلوقتي بقى عرفنا ان المالجنت هو اللي بينتشر، فاحنا عاوزين نعرف المالجنت بينتشر ازاي في الجسم. اول حاجه عندنا طريقتين، الدايركت سبريد او اللوكال سبريد او برده الانفيجن، يعني هو في السراوند انفيتيشنز او في الناس الاورجانيك نفس المنطقه اللي هو فيها يعني. تاني حاجة اللي هو الديستال سبريد أو الميتاستيزيز اللي هو بقى بيروح من أورجان لأورجان تاني بعيد عنه. طيب الميكانيزم الأول، أول حاجة لازم نعرفها إن النورمال سيلز بتكون متصلة ببعضها بأدهيشن مولكيولز اسمها إيكاديرين أو إيرسيليا بتقسم أدهيشن مولكيولز. فعندنا تيومر سيلز أو مالجنت سيلز بيكون فيها الإيكاديرين ده قليل، فبالتالي هي بتبقى متصلة عن بعضها فده بيسهل حركتها وإنها تقدر تتحرك يعني وتنتشر في الجسم. فعندنا بعد ما هي بقى منفصله عن بعضها والسيلز اتنقلت هتبدا تروح على التشو المجاور ليها او الاورجن المجاور ليها، وبعد ما تروح هتمسك في التشو او في الاورجن بمواد بتكون موجوده فيها وشكر. عندنا اللامينين مثلا بيكون موجود في البلازمنت ميمبرين، عندنا الكولاجين بيبقى فابول بس بتطلعه، وعندنا الفايبرو نيوتين ده برضه بيكون موجود في الجدار بتاع التشوز وكده بيمسكوا فيه. وبعد ما يمسكوا بقى هيبداوا ان هم يفرزوا بروتيتيك انزيمز، ولا تبدا انها تحلل الجدار وتدمره وتبدا انها، فبالتالي هو خلاص الجدار اتدمر تبدا السيلز انها تدخل جوه التشو ده وانها تبدا بقى تنتشر فيه، وبيبقى ليها هاي ريت اوف بروليفريشن وبروس وتبدا تتحرك فيه وكده. لو مثلا ان هي راحت للنيرف بتسبب بين، لو راحت للبلد فيزل بتسبب سيفير هيموريدج، لو راحت لاي اورجن بقى تاني بتسبب ان هو بتقلل الفانكشن بتاعته كده. طيب احنا قلنا ان هما طريقتين الانتشار، الدايركت سبريد والديستال سبريد. طيب الدايركت الاول اللي هي بتحصل بنفس الميكانيزم بتاعتنا، السيلز بتبدا هنا تتنقل للاورجنز اللي هي مجاوره ليها على طول، بتبدا بنفس الميكانيزم وبتنتقل في الاورجن. يعني عندنا مثلا مثال لما يكون في كانسر في الكولون فبيبدا ينتشر في الاورجنز المجاوره ليه، يعني يبدا ينتشر في الاستومك وكده. بس او يبقى في البيت.
الماليجنانسز بتروح تزرق في الوول بتاع البلاد فيزل عن طريق الريسبتورز اللي مانيا قالتها اللي هي الفايبروريكتين واللامينين والكولاجين. بعد كده بتفرز بروتيوليتك انزايم بتحلل او بتدوب جدار الفيزل وبعد كده بتدخل جواه. لما تدخل جواه بتبدا تتكاثر بسرعه جدا فالاندوثيليوم السيرفس بتاعه ما عادش بيكون سموث بيكون رف فنتيجه كده بتبدا تتكون ثرومبس. الثرومبس دي بعد كده الثرومبس دي بتكون مليانه مالجنانت سيلز لازقه في الار بي سيز والبلاستس والواي بي والواي بلاد سيلز. بعد كده الثرومبس دي بتبدا تتفتت لقطع صغيره اسمها الامبلاي. الامبلاي دي بتكون مليانه مالجنانت سيلز. الامبلاي دي هي اللي بتتنقل من اورجان لاورجان وهي اللي بتنقل التيومر. وكمان الامبلاي دي مش كلها بتعيش، اغلبها اصلا بيموت بجهاز المناعي لكن اللي بيعيش منها وبتموت كمان لان هي اصلا بتتنقل من اورجان لاورجان على طول او من بيئه لبيئه فمش كل البيئات بتكون صالحه ان هي تعيش فيها. اللي بيعيش منها بيكون متخفي في الار بي سيز والليكوسايتس بتكون لازقه فيها فالجهاز المناعي ما بيقدرش يتعرف عليها. بعد كده الامبلاي دي بقى هتروح فين؟ هتروح على حسب البلاد فيزل رايح فين. يعني مثلا لو حد عنده تيومر في اليورينري بلادر هيروح فين؟ ممكن نتوقع ان احنا نلاقيه في اللنج لان البلاد فيزل طالعه من اللنج رايحه على الهارت بعد كده رايحه على اللنج. فلو حد عنده تيومر في اليورينري بلادر ممكن يتنقل لللنج بعد كده. ده كده البلاد سبريد. بعد كده هنتكلم عن الليمفاتيك سبريد اللي هو ان التيومر ينتشر عن طريق الليمفاتيك سيستم. اول حاجه هي اصلا ايه فائده الليمفاتيك سيستم في الجسم؟ الليمفاتيك سيستم بيكون البولز اللي فيها اكبر من اللي في البلاد فيزلز بتعدي لارج مولكيولز اللي البلاد فيزلز ما بتقدرش تعديها. بعد كده بتوديها على الليمف نود. الليمف نود بتعملها فلتريشن وبتطلعها بتوديها في حاجه اسمها صراف الضغط. صراف الضغط دي اكبر وعاء لمفاوي في الجسم. صراف الضغط هي اللي بترجع المولكيولز دي للدم تاني. بعد كده ده شكل الليمف نود بتكون عامله شكل العقده. بتدخل لها فيزلز اسمها الافرنت وطالع منها فيزلز اسمها الافرنت. الامبلاي بتدخل عن طريق الافرنت وتطلع عن طريق الافرنت. وممكن التيومر ينتقل من الليمف نود للليمف نود جنبها او مجاوره ليها عن طريق دايركت سبريد الميه قلبي. بعد كده عندنا ثلاث طرق ممكن التيومر ينتشر بيهم عن طريق الليمفاتيك سيستم. اول طريقه اللي هي الليمفاتيك امبلايزيشن. الثرومبس بتيجي جنب الافرنت او الليمف فيزل بتيجي جنبه بعد كده بتتكسر الامبلاي. الامبلاي بتدخل من الافرنت وبعد كده بتدخل الليمف نود. تاني طريقه اللي هي الليمفاتيك برميشن. الليمفاتيك برميشن الثرومبس بتيجي جنب الافرنت تدخل فيه مش بس بتنتشر لكن بتنمو فيه مكونه زي حبل كده اللي هو الاحمر دوت. بعد كده في المراحل المتقدمه ممكن تعمل كومبليت اوبستراكشن للليمف نود ودوت حاجه خطيره. يعني الليمفاتيك برميشن اخطر من الليمفاتيك امبولايزيشن. تالت نوع اللي هو الريتروجريد ليمفاتيك سبريد. ده بيكون في اصلا كومبليت اوبستراكشن في الليمف نود فالمالجنانت سيلز بتتحرك في اوبوزيت دايركشن. يعني بدل ما تطلع من الافرنت بتطلع من الافرنت. طيب في عندنا كمان طريقه ترانس اوسورونيك اللي هي بتبقى فين؟ بتبقى في الكابيتس. بتبقى في السيروس كابيتس في الاورجنز اللي كفر باي سيروس ميمبرينز. يعني في اورجنز معينه بيبقى فيها كابيتس زي البلورا مثلا في اللونج وعندنا البريكارديوم في الهارت ومثلا البريتونيوم عند الاستومات كده. بتبدا تنتشر فيها. عندنا مثلا مثال اللونج البلورا اللي هي هنا ما بين الخطين دول دي البلورا. فبتبدا من اللونج تدخل البلورا وتبدا السيلز انها تنتشر كده في البلورا كده وتبدا انها تكبر حتى ممكن انها توصل عند البيز بتاعه البلورا او البيز بتاعه اللونج وتبدا انها هناك تكبر وتعمل اوستراكشن ليها. ودي طبعا بتبقى خطيره. وعندنا كمان مثال البريتونيوم اللي هو عند الاستومات وكده. يعني مثلا في واحده مثلا تبقى جايه عندها يعني بتشتكي من الريجولار ميستيرول سايكل وكده وفي بليدنج وكده فبيشوفوا بيلاقوا ان عندها بايلترال كانسر في الاوفرز فبعدين خلاص بيشيلوها. بعد فتره بيلاقوا ان عندها كانسر في الاستومات وبيكون في مرحله متاخره جدا يعني. فبالتالي بيطلع بعد كده بعد الابحاث وكده اكتشفنا ان هي جت في الاول في الاستومات واتنقلت للبريتونيوم والبريتونيوم راحت للهوبرز. فدي خلاص طريقه الترانسفير.
اخر طريقه ممكن التيومر يتنقل فيها في الجسم هي طريقه الامبلانتيشن، بتحصل عن طريق حاجتين. اول طريقه اللي هي عن طريق الناتشرال باثوجنز، اللي هي ايه؟ اللي هي حاجات اصلا في الجسم متوصله ببعض، زي مثلا الكدني متوصله باليورينري بلادر عن طريق اليوريتر. فلو مثلا واحد عنده تيومر في الكدني ممكن يتنقل لليورينري بلادر لان هي اصلا متوصله بيه. ولو مثلا واحد عنده تيومر في اول الكولون ممكن نتوقع ان هو يتنقل وينمو في مناطق مختلفه ثانيه من الكولون عن طريق اللي هو ان هي تنتشر عن طريق الامبلانتيشن. تاني حاجه تبع الامبلانتيشن برضو اللي هي السيرجيكال سبريز، ده لو مثلا واحد اصلا عنده تيومر وعاوزين ناخد منه سامبل، بندخل بنيدل عشان ناخد السامبل، والنيدل طلع بيكون لازق فيها اصلا مالجنانت سيلز، المالجنانت سيلز دي والنيدل طلع بتبدا تنتشر في السراوندنج اورجان وتنشر الشعر. بعد المجهود اللي انتوا عاملينه ده صعب واحد يتكلم تاني، بعد كده ان شاء الله اللي عايز يفهم نيوبليزيا يقرا الفيديو ده يتعلم من الشباب. انت عايز اتكلم بس في طرق الاسبريد عشان يبقى النقطه ديت خلصناها. الترانس اللي قالته مريم على الاوفاريان تيومر اللي هو اسمه كروكنبرج تيومر، هو ده بقت حاجه فعلا فيري كومن، جاستريك تيومر او جي اي تي تيومر او ريودينال او كولونيك، بيعمل ديبوزيتس على الاوفري. واللي اهم ان كمان ممكن لو ورم صغير قوي طالع على الاوفري ممكن قبل ما ينتشر في الاوفري نفسه يعمل ترانس سيلوميك ديبوزيت يملى البريتون بصوره كبيره جدا وهو لسه حتى ما توغلش في الاوفري. فالترانس سيلوميك سبريد ده من الحاجات اللي بنراعيها، المكان اللي الورم طالع فين بنخاف قوي انه يكون انتشر بدري حتى لو هو لسه تي 1. تمام؟ كان في حاجه ثانيه كنت عايز اقولها في السبريد، هي ممكن اقولها بقى بعد كده في الفيديو ولا ايه؟ لا هقولها بعد كده في الفيديو. بس ايه؟ الفكره بس ان هي في معلومه اتقالت فخايف انها تؤدي لمعلومه تانية اخطر. يعني في كونسبتس بلدي قوي عند الناس يقول لك ايه ده انا لو خدت عينه من ورم هيهيج الورم وينتشر بصوره كبيره، فمش عايز الكونسبتس الخاطئ ده برضو ايه احنا نشتريه من الاول. يعني لا، النيدل اللي بتاخد البايوبسي اللي هي تروكات لو حصل بعد كده ممكن ابقى اوريكم صورتها، هي عباره عن جهاز بياخد عينه من النسيج ويقوم قافل عليها تمام وطالع بيها زي ما هي. السيدنج اللي هو النقط الصغيره دي بصراحه زي ما انت قلت وزي ما انت شرحته، عشان يحصل ان تيومر سيل تعيش في مكان تاني محتاج خطوات كتيره عشان توصل للمرحله دي. يعني مش اي تيومر سيل تنطر في اي مكان بتعيش وبتنمو وبسهوله كده، لازم يحصل لها حاجه اسمها ايه؟ هومينج. هومينج يعني تبقى هي في المكان اللي هي فيه دي اللي هو موجوده فيه، الجسم فاكرها انها ناتشرال سيل في المكان ده، فتاخد انتيجن من الحاجات اللي حواليها، تلف نفسها بحبه بليتلت، تلف نفسها بحبه واي بلاد سيلز، تمام؟ بحيث ان الانتيجنز اللي حواليها ما تعرفش انها ايه فورين بادي. ففكره ان انا يحصل سيدنج على التراك ده بيحصل في كونديشنز قليله. اول حاجه ان يكون حصل هومنج اليومر سيل دي هي طالعه مع الابره بصوره سبونتينس، تمام؟ بدا يتكون عليها بقى انفلاماتوري سيل وبدات ايه تهرب من الاميونيتي وبدات تعمل الديبوزيت دي. تاني حاجه ان العيان يقعد فتره طويله سنين نسيبه بالابره اللي اتاخدت دي، وده ما بيحصلش. احنا بنشخص تيومر ليه؟ اصل سبب بس النقطه دي انا بتكلم ناس مذاكرتهم وعلمهم اللي هم قالوه النهارده هيبنوا عليه كل حياتهم بعد كده في النيوبليزيا، صح؟ فلو طلعت بان انا الابره اللي انا باخدها ديت هتموت العيان، طب انا اشخصه ازاي؟ تمام؟ انا بشخصه دلوقتي لازم اخد تريتمنت ساعتها، يا هدي كيمو ثيرابي يا هدي راديو ثيرابي. برضه افتكرت حاجه كانت قالتها الدكتوره مع الدكتور حسام، انا بس ما قلتوش اسمائهم. تيسير اسير، طب انتوا هتصدقوها كلكم مع بعض. اسير قالت جمله برضو عن الراديو ثيرابي،
قالت ان هو في ناس كانت بتاخده في الانفلاماتوري رياكشن. فعلا الراديو ثيرابي احنا دلوقتي بقينا مضطرين نديه بس للحاجات اللي ما ينفعش يتاخد غير فيها، زي ان انا بعالج تيومر. فبقى دلوقتي الكلاسيك كونديشن ان تيومر يحصل بسبب الراديو ثيرابي ان يكون عيان عنده هودجك الليمفوما، ودي ما بتستجبش غير للراديو ثيرابي، مضطر ان انا اديله راديو ثيرابي. تمام؟ فيجي بعد سنين طويله اخاف ان يحصل له بابيلر سيروي كارسينوما، لان هو تيومر اللي اثبت علاقته القويه بالراديو ثيرابي. فاذا برضو احنا بنتكلم على سيرتين كونديشن، ما تخليناش نقفل من ايه، من الراديو ثيرابي. انت مريض مش هتقدر تدي له الراديو ثيرابي، تقول لا والله انت مش هدي لك راديو ثيرابي عشان هيجي لك ورم تاني بعدها، لا. فاحنا حصيله المعلومات ده لما بنيجي نتعامل مع النيوبليزيا يا جماعه، زي ما صورت لكم قبل كده، احنا في باتل، احنا في معركه، مش ببساطه على قد ما احنا بنحصل من المعلومات على حاجه هي فيري دايناميك. لما ظهر لنا حاجه زيها زي كورونا، يعني كورونا كانت عارفين كل مشكلتها ايه؟ اولا انها دي نوفا، انها حاجه جديده، الجسم لسه ايه، العالم لسه مش عارف تاثيرها ايه مع الجسم. تاني حاجه ان ملهاش كتالوج، كل لما الحالات الكلينيكال بيكتشر بتاعتها مختلفه. تمام؟ وده هو اللي بينطبق على النيوبليزيا. فمعركتنا في الاساس مع النيوبليزيا معركه كبيره مش قليله، احنا بنستعد لها بالعلم اللي انتوا عملتوه لاول خطوه ليه، كانت الندوه بتاعته النهارده. تمام؟ وان شاء الله تكملوا بقى بعد كده وتكتشفوا لنا علاج التيومر ان شاء الله.